صباح الخير على كل المصريين، صباح الخير على مصر الحلوة بكل من فيها. على مدار فترات طويلة من حياتنا اختبرنا وشفنا وأحيانا كده بنتعرض لحاجة اسمها النماذج النمطية. النماذج النمطية يعني أنا كده بيقولوا لي مثلا فلان بيشتغل كذا، فتتكون عندي صورة ذهنية أن كذا ده وحش أو حلو. مش عايزة أقول أمثلة عشان ما حدش يزعل، بس عموما كده كان عندنا نماذج نمطية حتى في فترة من الفترات. الممثلين لا يبقى يعني دول واخدين راحتهم قوي في الحياة، المقاول لا ده يبقى أكيد بيغش، اللي بيعمل كذا يبقى عندنا ربط رهيب جدا ونماذج نمطية جدا لكل الناس. فبقى كل واحد حوالينا كده ماشي وكأن متعلق فوق راسه قدره اللي احنا أسقطناه عليه. على نفس القياس صدقوني عملنا كده مع بلدنا، بقى عندنا نموذج نمطي وللأسف سلبي جدا، اننا مش مصدقين انه ممكن يكون الحلو اللي بيحصل ده حقيقي بيحصل. حالة رهيبة من الشك. بعضنا معذورين، طبعا معذورين بسبب ميراث طويل جدا من اننا فعلا ما كانتش الوعود بتتحقق، وفعلا كان اللي بيتقال ما بنلاقيلوش صدى على أرض الواقع. اللي نفسي قوي يتغير فينا الوقت اللي جاي انه نقرر ان نتأكد، مش بس مش على الاقل مش نصدق، لكن على الاقل نتأكد انه اللي بيحصل في بلدنا حقيقي ونكسر النماذج النمطية. طول الوقت احنا بنقول كده انه التغيير بيبتدي من فوق، والنماذج النمطية لما بتتكسر لازم تتكسر من رموز ناس كبيرة تعرف تعلمنا انه ده ممكن يتكسر. احنا عندنا من اول القيادة السياسية عندنا الرئيس اختار يكسر النماذج النمطية في حاجات كتير قوي، ومن بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اول ما انه احنا متعودين ان الرئيس يكلمنا من خلال خطب، فاصبح الرئيس يتكلم مع الناس من خلال مكاشفات وكلام طبيعي وبسيط ومش الكلام المتزوق المعتاد، كلام حقيقي وواقعي حتى وان كان بيوجع ساعات، وده دايما الكلمه دي الرئيس يقولها، لكن هقول الحقيقه واللي هيزعل مني انا ما عنديش اختيارات اخرى. كسرنا النماذج النمطيه في فكره انه القياده السياسيه دايما تختار الشعبيه، تختار الحفاظ على شعبيتها. كسر النموذج النمطي ده وبقت القيادة السياسية تختار الاختيارات الوطنية حتى وإن جت على حساب شعبيتها. كسرنا نماذج كتير. كان في نموذج رهيب وصعب جدا هو إنه القطاع الخاص ده قطاع بيستغل الناس وقطاع مش بيراعي حقوق الغلابة. الحقيقة إنه ده مقياس كمان ظالم. أكيد في جزء من الناس مظبوط على القياس ده، لكن في ناس تانية طبعا القطاع الخاص هو جزء من اقتصاد الاوطان. مبسوطه جدا انه في الرسائل الاخيره للرئيس عبد الفتاح السيسي كان تركيز على الحته دي، على كسر القالب النمطي بتاع رؤيتنا للقطاع الخاص وفكره تعاون الدوله مع القطاع الخاص في مشروعات البنيه الاساسيه، المشروعات الكبرى الاقتصاديه الكبرى. معناها انه الدوله بتقول هنرجع ندي ثقه كبيره للقطاع الخاص، القطاع الخاص يرجع يقوم بدوره الوطني الحقيقي الاصلي، بدايه من انه جزء من الاقتصاد، مرورا بانه جزء من التنميه، وصولا الى انه جزء من الارباح، وان استثمارات البلد دي تفضل في البلد دي، ترجع فلوس البلد دي لاهلها وللناس اللي بيتعبوا فيها. كسر القوالب بيحصل في حاجات كتير، لكن تحديدا لما بيحصل في الأمور الكبيرة والمصيرية واللي أحيانا بتغير شكل الحياة، أعتقد أنه في الفترة اللي جاية هنشوف شكل الاقتصاد في مصر بيتغير لما يرجع القطاع الخاص كمان ينتعش. كنا محتاجين وقت لترتيب الأوراق، ده حقيقي وده حصل، لكن كمان امبارح كان معنا مداخلة عظيمة جدا من أحد رموز القطاع الخاص، الشركة اللي قامت بتنفيذ مشروع البترول، لكن عندنا رموز كتير. على مدار الوقت اللي جاي هنكون بنتكلم عن مشاركة القطاع الخاص وعن رسائل جديدة بترسلها مصر لولادها في كل مكان. مصر الأغلى والأبقى واللي هتفضل طول الوقت هي اللي بتقدم التغيير ونماذج التغيير. تحية ألف مرة، وأنا عارفة أنه كلمة تحية مصر بتفرح كل واحد مصري بيحب البلد دي بجد في كل الأوقات، وبتزعل ناس خليهم يزعلوا، إذا هيزعلوا إذا مصر دي عاشت وبقت بكل خير يزعلوا. تحية مصر. على مدار ثلاث ساعات هنكون معاكم أنا وزميلتي العزيزة هدير. بصبح عليك يا هدير وصباح الفل. صباح الخير عليك يا دينا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، و
طبعا استمرار رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين في كل وقت ومع افتتاح كل مشروع، الرئيس بيكون حريص على انه المواطن المصري البسيط يفهم الدولة المصرية بتمر بايه ويفهم الدولة المصرية بتعمل ايه عشان نحيا حياة كريمة. وفي افتتاح مستورد الاخير شفنا ازاي يعني نقدم حياة كريمة لاهالينا هناك، يستفيدوا بكل اللي يقدروا يستفيدوا به من هذا المشروع، توفير فرص عمل. شفنا الحقيقة تأكيد الرئيس كمان على يعني اللي تم من إصلاح اقتصادي وتحمل الناس لهذه الأعباء. شفنا الرئيس وهو بيأكد على وعي المصريين اللي الحقيقة يعني بيه نقدر نعدي أي حاجة. صباح الخير على حضراتكم، وهسيبكم مع دينا نبتدي معها فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا دينا. بشكرك يا هدير، شكرا جزيلا. وبحب جدا تعبير الدولة المصرية، لانه لو تفتكري انه في وقت قعدنا نقول انه اهم تحدي عندنا هو بناء الدوله، فبشكرك اكيد على الحكايه دي دايما. بشكرك يا هدير، وفكر كل اللي بيتابعونا بالمشاركات والاستفسارات والمقترحات. على مدار 3 ساعات هنكون بنستقبلها على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تويتر وانستغرام. كمان تقدروا تتابعوا الحلقه على يوتيوب، وايضا البث المباشر للبرنامج على الفيسبوك هنكون بنتابع من خلاله تعليقاتكم في كل الموضوعات. هنبدا اخبارنا باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. السفير بسام راضي صرح بأنه الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين. وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا سيادته على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. أيضا اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال 6 أشهر القادمة. كمان تابع جهود الحكومة لتوفير السلع للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا سيادته على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصة ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة. كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023 إلى حوالي 500 قرية في الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الري الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة. كما استعرضت السيدة الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسبا لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد وتلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية. كما تم استعراض خطط وزارة التموين لتطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية خاصة شركتي قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. كما وجه السيد الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين. رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء ذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. نقل وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي والقومي لمصر ومساندة شعوب الإنسانية في تطلعها نحو الحرية والاستقلال والتقدم. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وقام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال لقائه بأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بما قدمه الرئيس عبد الناصر من جهود وطنية مخلصة لدعم مسيرة البناء الاقتصادي والاجتماعي والقومي لمصر. وأكد الفريق أول محمد زكي أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر من طلائع القوات المسلحة
وأيدته جموع الشعب المصري في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن، مشيرا إلى أن شعب مصر العظيم وقيادته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة الحضارية وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريون بعزتهم وكرامتهم. حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. أيضا دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع أعمال تطوير مجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الجولة التفقدية اللي قام بها امبارح أثناء الاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد في الفترة من 13 ل 31 يناير 2021. رئيس الوزراء أشاد بمستوى الإنجاز، مستوى الجودة في الأعمال اللي تم تنفيذها، وأكد على قدرة مصر على استضافة المونديال مع توفير كل الإمكانات لنجاح البطولة. زي ما تابعنا مع حضراتكم انه تقريبا دي اول بطوله دوليه او اول مونديال هيقام اثناء جائحه كورونا، ما نقدرش نقول انه بعد، لكن هدات الجائحه شويه، وده تحدي كبير لمصر وتحدي لكل المؤسسات، مش بس وزاره الشباب والرياضه، وزاره الصحه، كل الوزارات التنسيقيه. امبارح كمان كنا بنشارك مع حضراتكم المجهودات وترتيب وصول الفرق من دول مختلفه واختبارات البي سي ار المتكرره. بالتأكيد هيبقى في حالة أكبر من الرقابة تحديدا على الفرق المشاركة، ونجاح البطولة مش بس هيبقى نجاح لمصر، لكن هو نجاح في العالم كله لاستعادة الحياة لشكلها الطبيعي، وتحدي كبير احنا منتظرينه في يناير القادم إن شاء الله. كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلف المحافظين خلال رئاسته امبارح لاجتماع مجلس المحافظين بالفيديو كونفرنس بانه تتكون فرق عمل تابعه للمحافظين بشكل مباشر، والفرق هتقوم بجوله على اللجان في كل مكتب او مركز تكنولوجي مخصص لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وايضا لمتابعه تطبيق كل التيسيرات اللي تم الاعلان عنها للمواطنين. زي ما أكد دكتور مدبولي أنه في شكاوى وصلت بتتحدث عن تعنت بعض الموظفين مع المواطنين أو عدم تطبيق القرارات والتيسيرات اللي تم الإعلان عنها. كمان قرر رئيس الوزراء استئناف البناء والتشطيب في العقارات اللي حصلت على رخصة بناء في وقت سابق بحد أقصى 4 أدوار. الخبرين دول يهموا ناس كتير قوي في قطاع البناء تحديدا، وايضا في قطاع التصالح. كل مره بنتكلم مع حضراتكم على قانون التصالح بنقول المفتاح في هذا القانون هو انك تعرف حقك، او انك تبقى فاهم حقيقه انه هو الهدف منه ان تتصالح مع الجهات الرسميه في الدوله، ان وضعك الغير قانوني يتحول الى وضع قانوني. مش من حق اي موظف انه يتعنت معك او انه يقول لك انت محتاج تدفع كل القيمه دلوقتي او حتى 25% من القيمه. كل الجهات المسؤوله قالت انت محتاج بس تدفع رسوم الحصول على الاستماره المبدئيه اللي تقول لك انك بس قدمت على التصالح. وتيسيرات كتير اتكلمنا عنها كتير، من فضلك اعرف حقك قبل ما تروح تقدم على التصالح او قبل ما تعمل في اي حاجه، لانه الحقيقه ان القانون ده كان الهدف منه انه يوضع لمصلحه الناس، ابدا مش لانه يضيف يعني ازمات جديده او تعنت من قبل الموظفين التنفيذيين على الاقل. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع كمان جهود تنظيم الأسرة خلال اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ودكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وأيضا والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تودروس مدير المركز الديموغرافي. كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد خطة عمل لتنفيذ برامج تنظيم الأسرة، وأكد أن الحكومة بتوفر أي تمويل لازم لأنه نجاح هذا الملف يوفر مليارات في المستقبل. ملف تنظيم الأسرة كان واحد من الملفات اللي سكتنا عنها فترة، انشغلت الدولة بجهود تنمية وإعمار وإعادة تطوير وإعادة بناء الدولة ما بعد أزمات كتيرة عدت علينا،
وانشغلنا قليلا عن الملف، وكانت النتيجة انه حصل عندنا حالة كده من التصاعد الغير مسبوق في اعداد الناس، تجاوزنا 100 مليون مواطن، ودي حاجة لازم نعرف انها جزء كبير من السؤال المشهور بتاعنا. انا عايزه احس بقى بالحاجات العظيمه اللي بتحصل في البلد، انا عايزه احس بتاثير المشروعات. صعب جدا نحس بالتاثير اذا كانت كل تنميه وكل تقدم بتبتلعها زياده سكانيه مرعبه. التحدي ده تحدي مش بس للاجيال اللي لازم تخلي بالها وتنتبه وتهتم بعدد اقل وجوده افضل في التربيه، لكن كمان ينعكس على كل الناس اللي منتظره نصيبها من التنميه. سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وجهت بتفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات. الهدف أنه يتم الرد على كل استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج عن عملية التصويت على مدار الساعة، مع شرح خطوات المشاركة في انتخابات مجلس النواب خارج مصر اللي هتم بالبريد السريع بعد ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء تسجيل بيانات المصريين بالخارج على موقع الهيئة للتصويت في انتخابات مجلس النواب. طول الوقت كنا بنقول أنه أهالينا في الخارج عندهم تحدي كبير جدا أنهم يدلوا بأصواتهم، أنه اللي بيقدر يعمل كده بصراحة قريب من قنصلية مصرية، واللي بيقدر يسافر مثلا بالعربية ساعتين ثلاثة، لكن في ناس بعيدة مسافات أبعد من كده، وكان ده تحدي كبير قدامهم. الجائحة يمكن تبقى سبب في أنه يزيد نسبة التصويت للمصريين في الخارج، وأي حد يقول لك أو يشكك أو يشكك من قيمة صوتك وأنت مصري موجود في الخارج، اثبت العكس بتواجدك في انتخابات مجلس النواب. بالعكس، المصريين بالخارج قد نعتقد أنهم بعاد، لكنهم أحيانا بيكونوا أقرب وأكثر اطلاعا على الشأن الداخلي لمصر وأكثر غيرة على اللي بيحصل فيها. فإحنا منتظرين منهم المرة دي مشاركة أكبر. الموضوع بقى سهل، تسجيل أونلاين وتصويت بريدي، والدنيا بقت أسهل بكتير من أنك تضطر تروح بنفسك يعني للانتخابات. وزارة الصحة كنا متابع مع حضراتكم جهود إعادة كل الحملات التوعوية والحملات الطبية للاهتمام بالصحة بعد ما حصل توقف نسبي كده وقت جائحة كورونا. وزارة الصحة رجعت بقوة في كل الحملات اللي كانت بدأت فيها، وأكدت أنها انتهت من فحص 8.5 مليون سيدة ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة وللكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض المزمنة والصحة الإنجابية. الوزارة أكدت أن المبادرة بتستهدف الكشف على 28 مليون سيدة وتوفير الرعاية الصحية والتدخلات الجراحية والعلاجية بالمجان مدى الحياة. إحنا هنا كمركز متخصص بيتم تحويل لينا المرضى اللي تم فحصهم في مراكز الصحة الأولية، بيتم متابعتها علشان يتم الفحص المطلوب للسيدة، والفحص ده متوافر في جميع المراكز الطبية في جميع محافظات مصر. الكشف مجاناً لجميع الفئات العمرية، لأي سيدة أو فتاة من سن 18 سنة. أنا وزميلاتي من الأطباء وطاقم التمريض فحصنا واتطمنا على نفسنا، أنتوا كمان لازم تفحصوا وتطمنوا على نفسكم. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، حملة 100 مليون صحة من وزارة الصحة. لسه بنتابع أخبار وزارة الصحة، ولو حضراتكم متابعين بالتأكيد معظمنا متابعين أنه مصر بدأت بالفعل المشاركة في التجارب الإكلينيكية. امبارح حصل حاجة لطيفة جدا، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شاركت في التجربة الإكلينيكية للمرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا. أخذت السيدة الوزيرة اللقاح في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات في فاكسيرا، وأعلنت أنها بتشارك في مبادرة لأجل الإنسانية. الوزيرة أكدت أن مصر بتشارك مع 100 دولة في التجارب، والمستهدف منها إجراء هذه التجارب على 45 ألف شخص على مستوى العالم. حتى الآن تم إجراء التجارب على حوالي 40 ألف وما ظهرش عليهم أي أعراض جانبية من هذا اللقاح، والمفروض أن مصر كمان بتشارك في التجارب من خلال 6 آلاف مشترك.
حاجة لطيفة ولفتة لطيفة جدا أنه الوزيرة بنفسها تاخد اللقاح، لأنه كان في ناس قلقانة وناس متشككة، وحتى احنا كان عندنا حالة من التساؤلات عن المشاركين ولو ظهرت عليهم أعراض جانبية. وزارة الصحة مشكورة جاوبت على كل الأسئلة دي، كانت لفتة لطيفة. والحقيقة أنه في العالم كله معروف أنه المتبرعين الأوائل اللي بيجربوا لقاحات أو أدوية دول كأنهم هم طبعا متبرعين بإرادتهم، لكن هم حقيقي بيقدموا خدمة أكبر مما هم نفسهم يعتقدوا أو يدركوا. نرجع بقى لأرقامنا اللي احنا لازم نفضل نتابعها، ومبسوطة أنا بصراحة لأنه بدأ حالة من إعادة الانتباه بفيروس كورونا. يمكن السبب المدارس، يمكن السبب أن احنا رجعنا نتكلم أنه الفيروس مازال موجود، ومن فضلكم ما تصعبوهاش علينا ولا على نفسكم. أنه الوزارة بتتابع كمان أعداد المتعافين كل يوم. امبارح أعلنت خروج 506 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام الشفاء. إجمالي المتعافين من الفيروس بيرتفع ل 95,586 حالة، والحالات الإيجابية الجديدة 115 حالة إيجابية ضمن إجراءات الترصد والتقصي. أيضا تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة. إجمالي الوفيات من بداية الأزمة 5,901 حالة وفاة، وإجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر 102,955 حالة تم شفائهم. ده طبعا أول ما نجيب حالات الإصابة تاني نفتكر حالات الشفاء اللي هي تعدت 95,000. هنلاقي معظم المبادرات الرئاسية ومعظم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ليها علاقة بالمواطن مباشرة، لأن الأمور الأكبر بتتم بشكل تنظيمي وبشكل إداري أكبر، لكن توجيهات المباشرة والتكليفات والحملات المباشرة تبقى دايما ليها علاقة بالمواطن، وبتحاول أو بتبقى هي الحل لتجاوز حلقات كتيرة، يمكن من حلقات تنفيذية كتير فتعديها توجيهات الرئيس. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم للأسر المصرية، امبارح وزارة الداخلية أهدت ماكينات خياطة لعدد من السيدات المعيلات من ذوي الإعاقة السمعية. مجموعة من السيدات المعيلات من ذوات الإعاقة السمعية تم دعوتهن من قبل وزارة الداخلية لتقديم دعم ومساندة لهن بالتنسيق بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعف السمع. وفي احتفالية أقيمت لهن استلمت هؤلاء السيدات ماكينات خياطة، وهي هدية قدمت لهن من قبل وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم الدعم للأسر المصرية وبخاصة تلك الفئة، في إطار مبادرة كلنا واحد، وانطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية التي أولت تلك الفئة اهتماما ورعاية خاصة، من مساندة إلى الاهتمام بتقديم الخدمات الشرطية لهم. حاسين ان احنا كلنا واحد، حاسين ان احنا الدنيا كويسه. بتشكر وزاره الداخليه كتير قوي، استاذ رئيس الجمهوريه بشكرك قوي قوي، الحمد لله ان كلنا مع بعض حاسين بالصم والبكم، بنشكرك كده والدعوه الكريمه دي، شكرا ليكم والحمد لله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وقد قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بتسليم ماكينات الخياطة للسيدات المعيلات وبحضور عدد من ذويهم. إن الماكينة دي هتشتغل فيها في البيت، هتنتجي بها إيه؟ ملايات سرير وستاير. أنا ممكن أقدر أعمل إنتاج ومعرض وأبيع وأشتغل، وإن شاء الله أكسب، وربنا يعني ويعينكم، وشكرا ليكم على هذه المبادرة. فعلا أنا كنت محتاجة أدي الشغل الماكينة دي عشان أشتغل. ومع تسلم المستفيدات لماكينات الخياطة عبرنا عن سعادتهن بإشارات شكر وامتنان لتلك المبادرة، كما أكدنا على أنها نواة لمشروع صغير يدر دخلا ثابتا لتحمل نفقات الحياة. كلنا واحد، حياة كريمة. تشكركم لأن مبادرة كلنا واحد. نشكر السيد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي
على دعم مقاولينا. نشكر وزارة الداخلية ليه؟ تدينا دعم ان احنا نعيش حياة بكرامة، بتدينا مكان نشتغل بيه. من قبل سيادة الرئيس السيسي انا بقولها لكم بصراحة ما كانش حد بيساعدنا، دلوقتي هو اتكلم عننا الدنيا كلها بقت شوفنا. اشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه هو بيعيشنا بكرامة، عمل لنا اول قانون للمعاقين. بشكرك كتير جدا. بشكر وزارة الداخلية انها بتدينا بتهدينا مكنة عشان اعيش بكرامة برضه، ولسه متخرجة من تالتة ثانوي وعاوز اخش الجامعة، هصرف منين؟ المكنة دي هتساعدني ان انا انتج واصرف على دراستي وابقى الحمد لله معايا فلوس اقدر اعيش وابقى مستقبلي في امان. وربنا يبارك لكم ومتشكرين لكم جدا، شكرا لكم. وتأتي تلك المبادرة اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة المصرية بخاصة المعيلة منها ورعايتها. كلنا واحد، حياة كريمة، تلك هي مبادرة وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوزيع مساعدات عينية على المرأة المعيلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية متطلباتها الحياتية والمعيشية من خلال توزيع ماكينات خياطة عليها من أجل أن تتكسب من ورائها. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج هتقوم النهارده بزيارة لمحافظة أسيوط لتفقد وحدة النصرية ومؤسسة رعاية أطفال بلا مأوى ومركز التأهيل الشامل للبنين والبنات وعيادة تنظيم أسرة. كمان سيادة الوزيرة هتعقد لقاء جماهيري لإطلاق وحدة التدريب والتوظيف ببرنامج فرصة وإطلاق برنامج وعي. البرامج اللي بتقودها وزارة التضامن الاجتماعي يميزها حاجتين، أولا أنها برامج حقيقية موجودة فعلا على الأرض، ويميزها أنها طول الوقت يعني اسم على مسمى. واحد من البرامج العظيمة اللي برضو لو في حد فينا ما يعرفش عنه كتير فضلكم دور عليه تفاصيل، برنامج وعي بيرفع بقدر كبير وعي الناس في تفاصيل تخص تطوير حياتهم. وزارة التضامن الاجتماعي الهدف منها مش بس انها تفضل وزارة قادرة على دعم الناس في ظروف صعبة او في ظروف اقتصادية صعبة او اجتماعية، لكن كمان أخذت على عاتقها أنه يبقى ليها الدور أنه الناس دي تخرج من الظروف الصعبة، تخرج حتى من مظلة التضامن الاجتماعي وتبقى قادرة على أنها يبقى عندهم دخلهم الخاص واقتصادهم البسيط. ودي ببساطة كده ده ملخص المبادرات الكتيرة اللي بنشوفها من وزارة التضامن الاجتماعي. واحدة من الأماكن اللي طول الوقت فيها حركة وفيها شغل وحماس هو كمان المجلس القومي للمرأة اللي بيستضيف النهاردة الحفل الختامي لبرنامج هي تقود. الحفلة يكون في مقر المجلس بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، وأحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة. برنامج هي تقود بيتبنى أفكار مشاريع طالبات التعليم الفني الصناعي لخدمة المجتمع. قبل ما نروح فاصل خليني اقول لحضراتكم برضو انه هي تقود برضو واحد من الفعاليات اللي نقدر نسميها زي ما كنا في بدايه الحلقه بنتكلم عن القطاع الخاص، النهارده نقدر نقول المجتمع المدني. المجتمع المدني اللي بيشتغل مع اجهزه الدوله ومع الوزارات بيقدم تغيير حقيقي، بيتحرك بسرعه غير مسبوقه. هي تقود وقبلها مبادرات كثيره اتقدمت من خلال هذه المؤسسه النهارده بتكلل جهودها بأنه بنات التعليم الفني بقوا سيدات أعمال صغيرات بيقدموا مشروعات حقيقية ومشروعاتهم بتتنفذ. خدت البنت اللي في التعليم الفني من كل ضغط المجتمع عليها وحطتها في منطقة تانية وحياة جديدة تانية. طول الوقت هيفضل الثمر الحقيقي في هذه الدولة لجهود مجتمع المدني مع الحكومة، القطاع الخاص مع الحكومة، لأنه في النهاية كلنا واحد. فاصل ونكمل مع حضراتكم. صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم من جديد، ورجعنا لكم بعد الفاصل ونروح نتابع مع حضراتكم حالة الجو النهاردة. الطقس هيكون حار على القاهرة والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، أما جنوب سيناء فهيكون حار مع رياح نشطة، وشمال الصعيد هيكون الطقس حار وجنوب الصعيد هيكون شديد الحرارة.
نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة في عدد من محافظات مصر، ونبتدي مع القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24، اسكندرية 33-24، مطروح 33-23، بورسعيد 32-25، ونروح دمياط ودرجة الحرارة 32 والصغرى 25، إسماعيلية 35-22، السويس 36-24، العريش 32-23، وطابة درجة الحرارة العظمى سجلت 35 والصغرى 26، كاترين 30-16، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 39-26، الفيوم 36 والصغرى 24، وبني سويف 37-24، المنيا 39-24، أسيوط 41-24، ومن أسيوط نروح لسوهاج ودرجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25، إنا 41-26، الأقصر 42-26، أسوان 42-28، الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى سجلت 26، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى 28. ودلوقتي نروح على الخريطة، نطمن حضراتكم على أخبار المرور، ونبتدي جولتنا المرورية ومدينة 6 أكتوبر. ويعني زي ما حضراتكم هتشوفوا معانا على الشاشة الخريطة، اللي جاي من ناحية شرق القاهرة عن طريق المحور، فالطريق إلى حد كبير رايق ومفيش أماكن ازدحام مروري على طول الطريق، لغاية ما نوصل كده لميدان لبنان اللي فيه بعض الازدحام المروري الملحوظ. بننصح اللي رايح باتجاه ميدان لبنان إنه يغير الطريق ويروح لطريق تاني، وبعدين نكمل مع حضراتكم باتجاه شرق القاهرة، نوصل ل ميدان التحرير، ومن ميدان التحرير نطلع كوبري اكتوبر ومنطقة عبد المنعم رياض اللي فيها ازدحام مروري كمان زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، ونمشي معاكم في اتجاه الكوبري لمناطق الاسعاف ورمسيس، واللي مكمل فوق الكوبري في اتجاه غمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة، المنطقة دي الى حد كبير فيها سيولة مرورية. ومن أخبار المرور نروح نطمن على أخبار الفن والفنانين، ونبتدي مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، واللي هيدخلوا معسكر مغلق عشان يخضعوا لتدريبات قتالية مكثفة، ده بالإضافة لتدريبات بدنية وعسكرية على أيد متخصصين في الأعمال القتالية اللي كمان هيدربوهم على حمل السلاح وعلى إطلاق النار، كل ده عشان يستعدوا لبطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار. أما الفنان ماجد الكدواني فأكد أنه فيلم برا المنهج اللي بيقوم ببطولته بيناقش قضية التنمر وتحقيق الذات، والفيلم بيخرجه عمرو سلامة وبدأ تصويره الأيام اللي فاتت، وبيشارك فيه بطولته النجوم روبي وأسماء أبو اليزيد وشريف دسوقي وأحمد أمين. فنان ماجد الكدواني دايما بيمتعنا بأعمال بيكون ليها رسائل مهمة جدا، وإحنا كلنا هنكون في انتظار هذا الفيلم، لأنه قضية التنمر وقصة التنمر واللي بقى بيحصل فيها بقى شيء غريب جدا على مجتمعنا، والفن دايما بيعكس أي شيء بيحصل في المجتمعات وبيكون وسيلة لعلاجه إن شاء الله. الفنان سيد رجب ترشح للمشاركة في فيلم التهويدة، وده بعد ما اختاره المخرج طارق العريان للمشاركة في الفيلم اللي بيقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، خصوصاً أن العريان لسه بيكمل ترشيحات أبطال العمل اللي تأجل تصويره لارتباط عمرو يوسف بمسلسل الملك. الفنان سمير غانم اتعاقد بشكل رسمي على الانضمام للمسلسل الجديد اللي هتقوم ببطولته بنته النجمة دنيا سمير غانم. المطربة دينا الوديدي هتقدم لجمهورها حفل غنائي على مسرح النافورة في دار الأوبرا يوم 12 أكتوبر اللي جاي. الشاعر رمضان محمد قال إنه تم تغيير اسم أغنية النجم تامر حسني أنت لوحدك اللي ضمها لألبومه الجديد، وأكد اختيار اسم جديد هو أغيب عنك، والأغنية اللي كتبها رمضان محمد من ألحان محمد جمال وتوزيع إلهامي دهمة. المطرب علي الحجار بيستعد دلوقتي لتصوير كليب جديد لأغنية حبيب الله، ودي الأغنية الدينية اللي كتب كلماتها محمد العسيري وقام بتلحينها كريم نيازي، والتوزيع للموسيقي لأحمد صلاح مادو.
كده مشاهدينا خلصت كل أخبارنا الفنية. أروح مع حضراتكم لدينا نكمل معاها فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا دينا. شكرا يا هدير. ومن الفن هنرجع مرة تانية للسياسة وهنتكلم عن ملاحظات مهمة. يعني احنا امبارح وأول امبارح كنا في متابعة لإنجاز كبير، وزي ما كنا بنقول كده بقى أمر معتاد أننا نشوف حدث كبير جدا بتستعد لي الدولة قبل كده بسنوات، لكن احنا بنشوفه كحدث افتتاح مصنع أو منشأة أو مشروع قومي كبير. الرئيس السيسي وضع أولوية فكرة المشروعات القومية والتواصل مع الاحتياجات الأساسية للناس. السكن الآمن للمصريين حاجة لا مساس بيها، ويعتبر حق من حقوق الإنسان، وهو بالحقيقة حق من حقوق الإنسان. الرئيس دايما بيأكد على موضوع السكن والاهتمام بسكن المصريين يكون متاح وأنه يكون آدمي وكريم. تم إنجاز 250 ألف وحدة سكنية بتكلفة 75 مليار جنيه. لكن احنا عندنا أسئلة كمان على رسائل متعددة، من ضمنها رسائل الدعم الغير مباشر الاقتصادي الغير مباشر والمباشر للمصريين لدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. بصبح على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور علي، ما يميز افتتاحات المشروعات احيانا اللي مش مهتم قوي بالتفاصيل المشروع بيبقى مهتم برسائل الرئيس السيسي اللي بتقال على هامش هذا الافتتاح واللي بيبقى فيها موضوعات كتير. في افتتاح المجمع التكسير الهيدروجيني الاخير كان في مجموعه من الرسائل، هبدا مع حضرتك بالرسائل اللي تخص الاقتصاد او الاقتصاد المواطن اذا ينفع نسميه. ايه اهم ملاحظاتك على الرسائل الاقتصاديه ورسائل الاصلاح الاقتصادي اللي قدمت؟ خلينا نقول في البدايه خالص، يعني اول ملاحظه ان الدوله المصريه مستمره بكامل قوتها بمؤسساتها بارادتها في جدول زمني لعديد من المشروعات القوميه في ظل جائحه كورونا اللي ما زالت مستمره، واللي يمكن متابعين ازاي تأثيرها على الاقتصاد العالمي. لكن الدولة في ظل هذه الجائحة ما زالت مستمرة بقوة الحمد لله، بتكمل مشروعاتها، ودي رسالة بتبقى مهمة جدا للجميع، سواء كان للمواطن سواء كان للمستثمر، كافة المتابعين للشأن الاقتصادي في مصر على ازاي ان الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية مع برامج ليها علاقة بالإصلاح الاقتصادي وأيضا الإصلاح على الجانب الاجتماعي، إزاي إن أثر إن خلى الدولة مستمرة بكامل قوتها. المواطن يمكن في وقت من الأوقات ابتدى يشعر إن يعني مفيش أزمة تماما، برغم إن متابعتنا لاقتصادات عديد من الدول بنشوف إزاي إن هي تأثرت بقوة، وبالتالي استمرار الدولة في مشروعاتها دي أول رسالة حتى لو ما اتقالتش، لكن هي بتأكد فعلا على الإصلاحات اللي تمت خلال الفترة الماضية. الجزء الآخر مرتبط بإزاي إن السياسة الرئيس بيأكد في كل الافتتاحات على إن المشروعات دي من المواطن وإلى المواطن، وإزاي إن كمان بيبقى في موضوعات مرتبطة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن ومواجهة كافة المشاكل والتحديات بمنتهى القوة وبمنتهى السرعة. يعني لما بنتحدث عن جزء متعلق بالعمالة الغير منتظمة، ويمكن قرار أنا بشوفه كمان اجتماعي قبل ما يكون قرار اقتصادي مرتبط بصرف المنح المالية للعمالة الغير منتظمة حتى نهاية العام الحالي ومدى هذه المساعدات، ده جزء مهم جدا الدولة بتتحرك عليه. إزاي إن الدولة مستمرة في المشروعات المرتبطة بالإسكان وبالأخص الإسكان الاجتماعي وضرورة توفير المسكن الملائم للمواطن وتوفير كافة الخدمات. كمان إزاي إن سيادة الرئيس بيرد بشكل يمكن غير مباشر على مجموعة من الإشاعات اللي ممكن تكون بتتوجه ضد الدولة، الغرض منها هز الثقة ما بين المواطن وبين الدولة المصرية. لكن سيادة الرئيس ما بيسيبش يمكن خلينا نقول أي تفاصيل ممكن تكون مش واضحة، لا سيادة الرئيس يمكن كمان عنده ميزة خلينا نقول إن هو بيبسط الكلام بالطريقة اللي توصل لكافة المواطنين باختلاف مستويات تعليمهم وثقافتهم، وده جزء بيبقى مهم جدا، ازاي ان انا اقدر اوصل المعلومه بطريقه بسيطه. ويمكن سياده الرئيس بتوصيله للرسائل اللي بتطمن
المواطن، وفي نفس الوقت بتدل على ان الدوله مستمره في خطواتها واهتمامها، يعني بمعنى ان هي مش بتهتم بمواطن دون الاخر، مش بتهتم بعاصمه دون بمحافظه دون الاخرى، مش بتهتم بمنطقه دون اخرى. انا كمان يا دكتور بعد اذن حضرتك، الرسائل مش بس طمأنينه لكن وضوح، يعني هو كان في حاله من الشفافيه انه طبعا في بعض الامور اللي هنتحمل تكلفتها جميعا، وفي امر وفي حاله من الوضوح. يعني السؤال لحضرتك اخيرا، انه كان في دايما محاوله جديده كده اول مره ناخد بالنا منها، هي الربط ما بين مشروعات الاصلاح الاقتصادي او المشروعات الاقتصاديه الكبرى وتنميه المناطق المحيطه بها. ده حصل في مستورد، وكان في تاكيد على انه حصل قبل افتتاح المشروع، وانه لازم يكمل بعد افتتاح المشروع في بناء مساكن وفي بناء مجتمعات كريمه حول المشروع الكبير، المشروع الاقتصادي الكبير. الربط ده هل يعني ازاي ممكن يعود بفايده على الناس، وازاي ممكن يعود بفايده على استثمارات اقتصاديه قادمه؟ الفكره كلها ان الدوله بتتحرك على خطط قصيره الاجل وخطط اخرى طويله الاجل. احنا بنتحدث عن رؤيه مصر 2030، وايضا بنتحدث عن خطوات تنمويه الدوله بتتحرك عليها لتحقيق تنميه شامله ومستدامه. الدوله بتبدا بازاي ان هي بتبتدي توفر خدمات، تبتدي باستثمارات حكومية، وبعد كده بتبتدي ان هي توفر جنبها فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص، بتبتدي تهيئ مناخ مناسب لجذب الاستثمارات، وده اللي بعد كده بيبتدي يعود بقى على المواطن عن طريق توفير فرص عمل، عن طريق زيادة انتاج، عن طريق سعر طرف العملة اللي بيبتدي يحافظ على نفسه وبيتحسن كل فترة، وعوائد أخرى. وبالتالي دوت اللي بيبقى دور مهم جدا الدولة بتبدأ بيه، ومش بنتحدث عن مشروع بعينه، ده احنا كل المشروعات القومية ازاي ان قدرت ان هي بالتوازي توفر العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة. يعني على سبيل المثال الدولة لما بدأت في العاصمة الإدارية الجديدة، هو دوت عمل قيمة مضافة لهذه المنطقة وفي نفس الوقت لكل المناطق المجاورة ليها، وخلافه بالنسبة لكل المدن الجديدة للدولة بنتها. بنتحدث أيضا عن المشروعات الاستثمارية إزاي إن ابتدت تتيح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وبالتالي هي استثمارات مهمة جدا وموجهة، وخطط تنموية الدولة بتتحرك عليها بمنتهى القوة بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص، وده الجزء المهم، ازاي ان الدولة تعزز هذه الشراكة لتحقيق خطوات تنموية سريعة. نشكرك دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على هذه المتابعة، طول الوقت رهان على جودة الحياة، ورهان على أن الدولة تستمر في محاولاتها الأصيلة للتغيير، وكمان الناس تشعر بتغيير إيجابي وتفهم قيمة التغيير اللي أحيانا بيكون صعب كمان ومكلف. معنا دلوقتي مع موجز الثامنة مع هدير. شكرا لك يا دينا. مشاهدينا الكرام، الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لمتابعة جهود الوزارة في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة. وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة، وجه السيد الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة توفير السلع الأساسية وتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا سيادته على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصة ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة. كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023 إلى حوالي 500 قرية في الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الري الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة. كما استعرضت السيدة الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسبا لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد، وتلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية. كما تم استعراض خطط وزارة التموين لتطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. كما وجه السيد الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين. كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين بتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق التيسيرات المعلن عنها بشأن التصالح على مخالفات البناء. وخلال اجتماع مجلس المحافظين أعلن مدبولي السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة. وأوضح مدبولي أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات بنفس الطريقة التي تمت في مشروع الأسمرات بالقاهرة أو بشائر الخير في الإسكندرية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدا لبناء مشروع سكني حضري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وحسب ما أعلنت الهيئة فقد تضمنت الكشوف قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي وثماني قوائم في الدوائر المخصصة للنظام القائمة. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية المستشار لاشين إبراهيم أن فحص الأوراق أسفر عن قبول قائمتين بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وهم القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة تحالف المستقلين، بينما تم قبول قائمتين بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهم القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر. أما في قطاع شرق الدلتا فتم قبول قائمتين، هم القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر. وأخيرا في قطاع غرب الدلتا تم قبول قائمتين، إحداهما القائمة الوطنية من أجل مصر والثانية قائمة نداء مصر. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد حرص الدولة على دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا والتخفيف عنهم بمد المنحة المقدمة لهم 3 أشهر أخرى بنهاية العام الجاري. وخلال اجتماع طارئ لبحث تكليفات السيد الرئيس السيسي بشأن مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة والاتفاق على المعايير والمحددات وآلية التقدم للمنحة، قالت السعيد إنه تم خلال الاجتماع مراجعة معايير الاستحقاق للمنحة لضمان عدم الازدواجية في الصرف ووضع قواعد الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالتشغيل والتدريب، وهو ما يضمن تقديم الدولة المساندة الحقيقية لهذه الفئة من العمالة. تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر أحمد الطيب انطلقت فعاليات الدورة التدريبية للعلوم الشرعية، وشارك فيها 18 إماما وداعية من دولة ألبانيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وتأتي الدورة ضمن أنشطة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في نشر وسطية الإسلام وسماحته من خلال ترقية أداء أئمة العالم الإسلامي وتنمية وعيهم الثقافي ليتمكنوا من مواجهة الغلو والتطرف. شهد محافظ البحيرة هشام أمنة احتفالية المحافظة بمناسبة العيد القومي، تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض للفنون التشكيلية وتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، وكذلك تكريم منتخب البحيرة الحاصل على بطولة الجمهورية لمراكز الشباب في دوري كرة القدم للصوم. أعلنت وزارة الصحة خروج 506 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95,586 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 18 حالة جديدة. كشف إحصاء رويترز أن وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز 1,000,000 مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان. وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من 500,000 في 3 أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند. ويموت نحو 5,400 شخص حول العالم كل 24 ساعة، ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العدد الرسمي لوفيات فيروس كورونا على مستوى العالم ربما يكون أقل من الإجمالي الفعلي. وقال كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة مايك رايان إنه لا يمكن أن يتم حساب أعداد ضحايا فيروس كورونا بشكل دقيق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستوزع نحو 150,000,000 فحص سريع لفيروس كورونا، وتوقع ترامب خلال مؤتمر صحفي أن تشهد الفترة المقبلة حدوث زيادة في عدد الحالات الإيجابية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال نحو 50,000,000 فحص إلى المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، إضافة إلى توزيع 100,000,000 فحص على الولايات والأقاليم لدعم جهود إعادة فتح الاقتصاد والمدارس.
تدخل الانتخابات الأمريكية مرحلة جديدة تحتدم فيها المنافسة هذا الأسبوع، حيث يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن أول مناظرة بينهما اليوم. وتأتي المناظرة بعدما تحدى ترامب الديمقراطيين ورشح محافظة للحلول مكان قاضية المحكمة العليا الليبرالية روث بادر جينسبرغ التي توفيت هذا الشهر. ويتصدر بايدن استطلاعات الرأي في معظم الولايات المتأرجحة التي تبدل ولاؤها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات في 3 نوفمبر المقبل. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورنو كاراباخ. يأتي هذا بعد يومين من تصاعد حتة القتال بين البلدين على الإقليم الحدودي، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 55 قتيلا في ثاني يوم من الاشتباكات. وقد تبادلت قوات البلدين القصف بالصواريخ والمدفعية في أعنف جولات الصراع منذ ما يقرب من ربع قرن. استقبلت وزارة الشباب والرياضة أكثر من 200 شاب وفتاة من أبناء القبائل الحدودية ضمن فعاليات برنامج أهل مصر، وذلك في إطار سياسة تمكين وتأهيل ودمج شباب وأبناء المحافظات الحدودية وحمايتهم من التطرف والإرهاب. ويتضمن الملتقى سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية والمحاضرات والندوات وورش العمل وبرامج سياحية داخل كل محافظة لزيادة الوعي عند الشباب المشارك من أبناء المناطق الحدودية. حقق فريق وادي دجلة أكبر انتصاراته بالدوري هذا الموسم بعد أن فاز على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1. فاز فريق سموحة على حرس الحدود بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الممتاز. مشاهدينا الكرام، نهاية موجز 8. فاصل نعود بعد لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر، ابقوا دائما معنا. مرة تانية صباح الخير على حضراتكم. أثناء افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، رئيس سيسي قدم مجموعة من الرسائل للمصريين، مش بس للحاضرين في الافتتاح ولا للوزارة، لكن كان في كالعادة اهتمام حقيقي بأنه تكون الافتتاحات والمشروعات القومية فرصة للناس لأشياء كتير. أولها أن الناس تعرف أنه كل مشروع هو لينا، للناس اللي الرئيس بيكلمه، وفرصة كمان لأنه للمكاشفة وللكلام عن موضوعات ما تعودناش أنه رأس القيادة السياسية يتحدث فيها بهذا القدر من الصراحة والشفافية، لكن دي سنة جديدة من رئيس سيسي بينتهجها على مدار أوقات كتير، بقت حاجة منتظرة وبقينا بننتظر هذه الرسائل، وبالتالي كمان بنهتم بتحليلها ومعرفة التفاصيل اللي وراها. مشاركة المصريين مشاكل والتحديات اللي الدولة بتواجهها حاجة مهمة جدا. فكرة أنه الشراكة ما بين المواطن وما بين رأس القيادة السياسية وبين الجهات حتى التنفيذية حاجة أيضا أهم. المعرفة هي التي تقوي الإنسان، يعني ما فيش حد بياخد قوة أو ثبات على رأيه إلا بالمعرفة. إحنا معنا على الهاتف الأستاذ عبد المحسن سلامة. الأستاذ عبد المحسن سلامة هيكلمنا في تفاصيل كثيرة خلفيات هذه القرارات. أستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، صباح الخير على حضرتك. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير. في البداية عايزة أعرف من حضرتك رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا قررنا أننا نرتبها في ترتيب الأولويات بالنسبة للسيد الرئيس، هل نقدر نقول أنه كانت الأولوية اقتصادية ثم اجتماعية، أم في ترتيب تاني، أم كان في رسائل أخرى لفتت نظر حضرتك؟ شوفي حضرتك، زي ما حضرتك أشرت، الحقيقة أنا لفت انتباهي أن الرئيس طبعا لأول مرة يجي في زيارة لمستورد، ومستورد أول مرة فيها رئيس جمهورية منذ، يعني مفيش رئيس جمهورية جه زارها. لكن أنا لما كنت قاعد، أنا مستورد رضا من مسقط رأس يعني، وبالتالي أنا عارف مصر كويس. لما جيت رحت كنت حاضر هذا اللقاء، حسيت إن الرئيس
بيتحدث كأنه أحد مواطني مصر. وده الميزة الأساسية بتاعت الرئيس الحالي اللي هو أنه دايما بتشعري بأنه الرئيس المواطن، الرئيس المواطن المهموم بكل أبناء بلده، المهموم بكل مشاكل بلده، لديه مشروع تنموي ونهضوي للدولة المصرية في بكافة قطاعاتها وبكافة أرجائها. يعني عنده مشروع اقتصادي مهم قايم على فكرة النهوض بالصناعة وعلى فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من مواردنا، لأن هذا المشروع اللي ذكره الرئيس اللي هو مشروع التكتير الهيدروجيني ده بيوفر كمية كبيرة جدا من الاستيراد للسولار والمنظور بتصل ل 30% من هذه المنتجات. لما ترجم هذا الكلام بيتحول مليارات من الدولارات. هذا المشروع بيوفر فرص عمل كبيره جدا لمنتظمه لابناء هذه المنطقه. الجانب الثالث لما يجي يتكلم الرئيس على الجانب الاجتماعي وهو جاي كمان يحس ويشوف ويقصد ان في مثلا مناطق متخللات فاضيه تابعه للشركات وتابعه لشركات تبع الاعمال العام تصلح ان تكون مشروعات اسكانيه وخدميه للاهالي، فيتوقف عند هذا الامر ويطالب ان لابد ان يشعر الاهالي بمردود هذه المشروعات ويتكلم مع الشركه اللي هي شركه القطاع الخاص المشاركه ويتكلم مع شركات البترول المشاركه برضه، لان المشروع ده شراكه ما بين القطاعين العام والخاص، ده اكبر مشروع شراكه ما بين القطاع العام والخاص. فيتكلم لهم انتوا ممكن يبقى ايه الدور الاجتماعي بتاعكم في هذه المنطقه، ويوجه الحكومه كمان بزياده هذا الدور في اطار ان يبقى في دور اجتماعي لاقامه مشروعات خدميه واسكانيه وتنمويه لكل اهالي منطقه مشتري. ده الدور الاجتماعي الحقيقي اللي هو بقى فكره الرئيس المواطن المعني بالمشكلات الحقيقيه لكل المواطنين. مش كده وبس، الموضوع بقى كمان يجي يتوقف يتذكر كمان لما جه بيتكلم على جائحه كورونا بيتذكر الناس اللي هم العمال المؤقته، ويوجه الحكومه كمان لان لابد ان يمتد الرعايه الاجتماعيه للمواطنين المتضررين من جائحه كورونا الى نهايه العام. انت فاكره حضرتك كان الحكومه قررت انهم يعملوا 500 جنيه اعانه مؤقته للقطاعات اللي تضررت من كورونا، وكانت المفروض انها لمده 6 شهور بس، ورئيس فعلا قرر مدها بالضبط كده. لا زي السياحه والعماله المؤقته، والعماله المؤقته فيهم ناس يعني كمان حالتهم بتبقى صعبه كتير يعني. فيوجه الرئيس بان ده كمان لابد ان يستمر حتى نهايه العام لحد ما تنتهي اثار كورونا وترعود الحياه الى معدلاتها الطبيعيه بشكل كامل، ويستشعر ان المواطن في امان اجتماعي بشكل دائم يعني. كل ده بيخليك تشوفي المشهد بشكل كويس جدا، وازاي الرئيس عنده هذا المشروع اللي قلت لحضرتك عليه، المشروع التنموي النهضوي، المشروع الاجتماعي للمواطنين. انا كمان في زاويه من واقع الصوره اللي احنا شايفينها كمان قدامنا، حجم المشروع اكبر مما يعني يعتقد البعض. المشروع حقيقة هو مشروع كبير ومحوري واقتصادي، وكل الحاجات اللي قد يبدو انه في ناس بتشوف نفسها اصغر من انه تتم هذه المشروعات الضخمة في مصر. انا عايز اعرف تعليق حضرتك على انه مصر بتحلم احلام كبيرة الحقيقة في كل القطاعات، يعني اذا متكلمنا حتى ان احنا نبني عاصمة ادارية، لا نبنيها افضل عاصمة ادارية، افضل بنية تحتية، افضل شكل تقسيمي للمدن وادارة المدن. لما نعمل مصنع نعمل افضل ما يتم في العالم. اللي احنا شايفينه والمعدات الثقيلة حتى اللي كنا بنتكلم عن طريقة نقلها، الاحلام الكبيرة لمصر هو تحدي ولا كمان طريقة جديدة في الادارة؟ لا، هو طريقة جديدة في الادارة، هو مشروع في عقد الرئيس بينفذه على ارض الواقع. هذا المشروع اللي لازم كلنا نتفاعل معاه وكلنا نبقى فاهمينه عشان نقدر نتعاطى معاه، وعشان المساله كمان
يعني فعلا المشروع ده ذات مزايا له برضه تكاليف. طبعا. بمعنى ايه؟ الرئيس يريد ان ينقل مصر نقله هائله في كل المجالات. فبتتكلمي عم تتكلم مشروع على الاسكان ويريد ان ينهي ظاهره العشوائيات نهائيا الى غير رجعه. تلك الظاهره التي كانت صداعا مزمنا في راس الدوله المصريه وبدات تتزايد بعنف. فيجي عنده مشروع مهم جدا لفكره زي ما حضرتك اشرت بقى نعمل عاصمه جديده، مش عاصمه بس، لا، هناك 14 مدينه جديده تقام على الارض المصريه في توقيت واحد وفي نفس التوقيت. طب ال 14 مدينه دول بيتعملوا مين؟ بيتعملوا مواطن مصر. بالظبط. ممكن دول بياخدوا بعض الوقت، بياخدوا بعض التكاليف. مش معنى كده ان انا عايز اقول ان الحاجه لازم تيجي بعد النهارده. لان ما فيش حاجه اسمها مشروع تنميه ان الحاجه تيجي تطلع لي النهارده، وما فيش حاجه اسمها عيشني النهارده وموتني بكره، لان عيشني النهارده وموتني بكره تلك المفروضه الفاسده هي التي اضرت كتير جدا بمصر وبالمصريين. ده حقيقي. لا، احنا عايزين عايزين نعيش النهارده وعايزين نموت بكره، مش عايزين نعيش النهارده ونموت بكره. بالظبط. بالظبط، نعيش النهارده ونتطور بكره، يعني ده كتير رؤيه جديده. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام. بنتابع ولسه بنتكلم عن رسائل الرئيس. واحده من هذه الرسائل كانت رساله الوعي، ورساله عن اهميه الوعي. الرئيس المره دي وهو كثيرا ما يراهن على الوعي ولا يلوم على الوعي. احنا جرى العرف كده ان احنا نقول احنا السبب ولا الناس، والناس مش فاهمه والناس مش عارفه. الحقيقه انه الرهان العكسي جاب نتيجه ايجابيه جدا في زراعه او زرع حاله من الثقه. خلونا نحلل الحكايات دي من زاويه اخرى. مشرفنا الكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع، على التليفون. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا بينا، صباح الخير. استاذ اكرم، دايما بشوف كده انه المهمومين بالصحافه هم مهمومين طول الوقت بانهم مسؤولين بشكل او باخر عن وعي الناس. يمكن انتوا او يمكن المشغول بالصحافه بيبقى هو بيجني ثمار حاجات كتير، ومن ضمنها التعليم والثقافه والاقتصاد وحاجات تانية، بس المسؤوليه بتقع على عاتق الاعلام في الاخر. سؤالي لحضرتك تحديدا، هل تغيرت رؤيه الرئيس وثقته في الاعلام وطريقه تناوله للامور، وتحديدا بعد دعوات كتير للغضب وفشلت والاعلام كان واقف في دور توعيه، هل تغيرت نظره الرئيس للاعلام في الفتره الاخيره؟ لا، هو مش بس نظرة الرئيس، يمكن هو في زي ما حضرتك قلتي كده انه الناس دائما بتعلق موضوع الوعي كله على شماعة الإعلام، بس الحقيقة انه ما تتعرض له مصر خلال السنوات الأخيرة ويمكن حتى قبل كده ما كانش متعلق فقط بالإعلام، ده كان متعلق بأنها فعلا حرب حقيقية بتخوضها كتائب موجهة بشكل كبير. يعني بمعنى انه ما هياش، انا حتى كتبت في الموضوع ده، ما قلت انه دي مش مسابقة في الاعلام، دي حرب على الوعي، تستهدف فعلا الوعي ومنصات. يعني مش ممكن يبقى الموضوع مش بس قناة فضائية مثلا واحدة او موقع الكتروني او بعض الحسابات على مواقع التواصل، وده ممكن يحصل حتى في مصر. يعني مثلا في فترات في مصر الناس بتختلف وتتفق، لكن احنا بنتكلم في اكثر من 15 قناه فضائيه، ملايين الدولارات مرصوده طوال سنوات، لجان الكترونيه بالالاف. ففكره انه الاعلام بس ده ممكن، طبعا الاعلام في كل الحالات مسؤول. ليه؟ لأنه هو اللي بيقوم بالتوعية، هو اللي بيقوم بالتوجيه، هو اللي بيقوم بتقديم المعلومات والأخبار وتحليلها وقراءتها. لكن الحقيقة أنه في وقت أدوات التواصل ما عادش الإعلام التقليدي لوحده زي التلفزيون أو الإذاعة أو المواقع أو الصحف، في النهاردة منصات إلكترونية ممكن تبقى ليها متابعين اضعاف
الادوات الاعلام التقليديه، لكن ده لا يعفي الاعلام لانه عليه مسؤوليه، وهذه المسؤوليه مرتبطه بحجم المسؤوليه اللي هو بياخدها. يعني بمعنى انه لازم يبقى في درجه ما من الوعي. احنا فاكرين انه ايام الرئيس جمال عبد الناصر اللي بتحل ذكرى رحيله الخمسين النهارده كان اذاعه صوت العرب لوحدها كافيه لانها تعبر بشكل كبير عن مصر وعن طموحات الشعب المصري في الوحدة والوحدة العربية والمشروعات وخطب جمال عبد الناصر. النهاردة الموضوع اختلف، ما اقدرش زي ما احنا بنقول ما نقدرش نحاكم. بعض الناس بتغلط لما تحاكم قبل 50 سنة بقوانين دلوقتي، ما اقدرش احاكم دلوقتي برضو بقوانين ايه الماضي. ففكرة انه الرئيس نظرته اختلفت بالتأكيد، ولكن الحقيقة الكلام اللي قلتيه مهم جدا فيما يتعلق بفكرة الرهان على وعي الشعب. الشعب المصري طبعا الإعلام ممكن يكون بيأثر ويتأثر فيه، واللي بيقودوا الإعلام أو اللي بيكتبوا في الإعلام أو بيتكلموا هم نفس أبناء الشعب المصري. يعني دائما الناس الواحد بيبقى حريص يأكد على فكرة مفيش حاجة اسمها إيه الجيش والشعب أو الشرطة والشعب أو الصحافة والشعب، هم نفسهم كلنا الشعب. كلنا الشعب وكلنا بناكل نفس الاكل وبنشرب نفس الشرب وبنشوف نفس التلفزيونات وبنتعامل مع نفس ادوات التواصل. الموضوع اخطر في وجود ادوات التواصل، ولكن حقيقه فكره وعي الشعب، الشعب المصري ما حدش بيقول بقى انه في شعب بيتميز او انه الافضل او انه الجنس الاعلى، ولكن الحقيقه الشعب المصري على مدى سنين مش بس دلوقتي تركيبته وسبكته ووحدته بشكل كبير بتخليه عنده نوع من الغريزة يبدأ يكتشف بيها أحيانا الأخطار زي وده اللي الحقيقة يمكن من حسن حظنا أن تنظيم زي الإخوان أو قطر أو تركيا ما فيهمهوش. شعب مصر فعلا عنده غريزة، بدليل أنه لما بيحب يطلع بالمناسبة ما حدش بيمنعه، وما فيش حاجة اسمها جيش وشرطة ممكن تمنع الشعب، بدليل أنه خرج مرتين خلال أقل من 4 سنوات. يعني خرج في يناير وخرج في 30 يونيو. أنا كمان عايز أسأل حضرتك أستاذ أكرم على زاوية تانية، وهي أنه الرئيس دايما برضو بيذكر الفكرة دي أنه مفروض ان انا اقول لكم كلام مجمل ولطيف يعجب الناس واحافظ على شعبيتي، لكن انا اخترت كذا وان انا اصارح. سؤالي لحضرتك بقى، بما اننا بنتكلم عن الوعي، الافضل في التعامل مع الجماهير يعني مش بس في مصر لكن في العالم، العالم بيتغير، هو المصارحه والمكاشفه ولا محاوله يعني تجميل الامور قدر الامكان؟ ايه السياسه الاصلح في الوقت الحالي واللي ممكن تؤتي ثمار على المدى البعيد والقصير كمان؟ هو طبعا الفكره في طريقتين في التعامل الحقيقه. يعني زي ما حضرتك اشرتي في موضوع، في بعض الناس بيروا انه السياسه هي عدم قول الحقيقه على الاطلاق، بمعنى انه تغليف الكلام او تجميله او كده، بس الحقيقه انه التجارب بتقول انه عدم المصارحه وعدم قول الحقيقه بيعمل عمليه تنييم. يعني بمعنى ايه؟ يعني يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه تجربه ممكن بعض الناس يبقوا بيقيموها دلوقتي، بس لو الناس مدركه من البدايه هتقيمها صح. ان هو ما جاش من الاول وقال يا جماعه ان احنا الوضع سهل واحنا ناكل ونشرب وفي البلد مليانه خير وفلوس وان احنا هنصرف الفلوس دي، ويبدا يعيش على فكره الامل او ما يعملش حاجه. يعني دايما في السياسه يقول لك افضل شيء الا تفعل شيء، لكن الحقيقه هو قال من البداية، والناس اللي فاكرة كويس حتى قبل ما يترشح قال الوضع صعب انتوا هتتعبوا ومش هتناموا وانا هعمل وانا عندي تصورات. وهذا بعض الناس بالمناسبة كانوا بيشكوا وبيشككوا في هذا الكلام، فتأكيدا لكلامي كنت مركزة النهاردة على فكرة الخطاب، وده كلام كويس ان هو احنا بنتكلم على لو هو في طريقتين، في طريقة انه يقول كلام اولا مكتوب وفي نوع من العاطفيه ومخاطبه المشاعر وكده، وده كلام مهم بالمناسبه لان هو بيعرف احيانا يطرحه،
ولكن فكرة الرهان على الشعبية، لو أنا خفت على الشعبية وهو ده قاله، ممكن ما كانش يعمل حاجة ولا يبني ولا يعمل، وما كانش عمل أصعب شيء الحقيقة خلال في تصور الفترات العقود اللي فاتت اللي هو الإصلاح الاقتصادي. احنا عارفين أنه مصر فضلت يعني عقود تراوح مكانها، يعني في دعم موجود وكأنه موجود بس هو مش موجود وبيروح بيهدر تلتينه، في وقود مفترض ان هو موجود بس احنا الاقتصاد بقى الاحتياطي خلال فتره سنتين ثلاثه تاكل تماما الاحتياطي، والاحتياطي ده مهم قوي. يمكن احنا اكتشفناه في ازمه كورونا انه اقدر اوفر 100 مليار جنيه في وقت قليل ما كانش اقدر اعمله لو انا مش عامل الاصلاح الاقتصادي. فكره توزيع الفلوس اللي انت بتقول، احنا مصر زادت خلال العشر سنين اللي فاتوا 30 مليون. ال 30 مليون دول بالمناسبة ممكن يبقوا قد دولتين عربيتين، يعني زدنا قد تونس مرتين. هذا الرقم ممكن بعض الناس يقولوا احنا نستفيد وطاقة بشرية، بس الحقيقة انه هذا الرقم لما حد يتأمله هيكتشف انه قد دولتين، يعني في دول عددها اقل من نص الرقم ده وحيرانة وعندها مشاكل اقتصادية ومش عارفة تعمل وبتدور على قروض وكده، فما بالك ال 30 مليون دول عاوزين أماكن في الشارع وأماكن في المدرسة وأماكن، وكون إنك قادر تستوعب الرقم ده بالتحديات دي، ده في حد ذاته نجاح. أنا فكرة إنه يراهن على على الوعي، إنه زي أنا بقول في خطابين، في خطاب إن أنا أقول كلام منمق، والحقيقة إنه بالمناسبة الرئيس مش طول الوقت بيقول كلام يعني شعبي أو سريع بينه وبين الناس على طول، أما بيبقى بيتكلم في قضايا زي الأمن القومي، زي خطاب في الأمم المتحدة، زي خطاب الخط الأحمر، بيقول كلام دقيق جدا بتكون رسائل واضحة، لكن أنا بيتكلم مع الناس هو بيعتبر إنه إن هذه الطريقة هي الأفضل. الناس قد تختلف وتتفق في التقييم ده، يعني ده الأفضل. بوافق حضرتك، بس فعلا القطاعات الشعبية تحب الكلام، أو يعني أغلب الشعب بيحب الكلام البسيط اللي شبههم. أنا بشكر حضرتك وبكرر شكري لمشاركتك معانا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع. تبقى فكرة الرهان على حاجة إيجابية هي طول الوقت الأصلح والأبقى. إذا راهنت أنه الشعب سينجح فسينجح، إذا راهنا أنه الدولة ستعبر فستعبر، وإذا راهنا أن الشعب واعي فالشعب حتى وإن كان أقل وعيا سيتطور وعيه، وده اللي حصل في بلدنا. فاصل ونكمل مع حضراتكم. صباح الخير يا مصر. أنا عايز أقول لكم إن إحنا لما جينا اتحركنا وبدأنا في الخطة ديت، خطة شرق العاصمة بالكامل، كل الناس قالك بيعمل الكلام ده لصالح مصر الجديدة ومدينة مصر. أنا عايز أقول لأ، مفيش كلام من ده، في حاجة لصالح الناس. الناس الحركة اللي موجودة على الكتلة دي يوميا 2-3 مليون سيارة في اليوم. انا مش احنا بنرحمهم بحركه كويسه سهله اقل تكلفه في الوقت وفي الوقود اللي بيستعملوه كده، فيعني ما بنعملش اجراء الا في اطار خطه متكامله للدوله لمعالجه اثار، يعني اثار صعبه، مش هقول ثابت ولا كلام اللي كده. يعني انا بس عايز اقول اللي انتوا بتشوفوه ده زي الصور اللي فاتت واللي ممكن تكونوا شايفينها كده، بقولها للاعلام وبقولها للمواطنين، هو ده الحال، هو ده الحال. نصلحه ولا نسيبه؟ نصلحه. طب نصلحه على حساب الناس ولا على حساب الدولة، اللي هي الدولة في الآخر شعب مصر، يعني الثمن اللي بيدفع ده بيتحمله الشعب المصري كله. طب بيهمني هنا أقول إيه؟ أقول حاجة واحدة بس،
انا دايما اقول لكم ايه، براهن على الناس، على المصريين، مش كده؟ طب هنا بقى انا بقول لكم، طب انا بشكر المصريين، يعني يولعوا الدنيا عشان كذا، بيستغلوا المواقف الصعبة اللي احنا بنعملها، اللي احنا ايه، ما احنا يا نعمل يا نسكت. نسكت تشوفوا المنظر ده ويبقى ده كل دي بلدنا، ما نسكتش ونعمل ونصلح فهيبقى في ظروف صعبة. فهم بيختاروا الظروف الصعبة عشان يعني يسيئوا ويشككوا للمصريين في اللي احنا بنعمله، وان ده على حسابهم وضدهم. ابدا والله، لا والله، هو رهان عليكم ان انتم يعني متفاهمين اللي بيتعمل ومقدرين وبتتحملوا، وانا بقول انتم بتتحملوا. وبالمناسبه انا هو اللي بيتعمل مش بيكم انتم، هو اللي بيتعمل في مصر. هي الدوله حاجه وشعبها حاجه تاني؟ لا لا، الشعب والدوله حاجه واحده، ومحدش يدخل بينا ومحدش هيقدر يدخل بينا. احنا بنجري وبنعمل نصلح ده، وزي ما قلت كده رهاني على الناس. واعتقد انه هذا هو الرهان الاضمن على الاطلاق في كل وقت. اي قائد او مسؤول من اي قياده بسيطه او حتى راس القياده السياسيه، الرهان على الاشخاص مش هو الرهان الافضل. الرهان على اي حاجه غير الشعب وغير الناس وايمانهم بالقضيه، مش بس حماسهم ليها، هو الرهان الابقى، واللي اعتقد انه حاصل في مصر في الوقت الحالي. حتى مع كنا 100 مليون مواطن، فينا ناس مبسوطة جدا باللي بيحصل وفينا ناس متأثرة جدا باللي بيحصل، لكن على كل حال كلنا قادرين نفهم نفس الرسالة. متشرفنا على التليفون لواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق. صباح الخير على حضرتك سيادة اللواء. أهلا بك يا أستاذة، تحياتي لك والأستاذ. أنا بشكرك. وسيادة اللواء، عايز أسأل حضرتك على فكرة رهان الوعي. حضرتك كرجل يعني أمني وخلفيتك أمنية، وقادر تدرك إزاي ممكن يبقى في حالة كده من الانضباط إذا كان في حماس لقضية، والعكس أيضا صحيح. فعايزة أعرف من حضرتك تعليقك على فكرة رهان الرئيس المستمر على وعي المصريين. شوفي، من أخدار إن الفترة استنت حد من 25 يناير 2011 لغاية 2006 ادت للمصريين الوعي، وادت للمصريين حقيقة الحياة المعيشة، وان ثبت لهم ان الامن هو الاساس لكل شيء. الامن والتنمية هو الاستقرار والسياحة والاستثمار، يعني المشروع اللي افتتحه الرئيس امس ده كان مقصود يفتتح في سنه 11، انما قعد 10 سنين. بسبب ايه؟ بسبب ان الشركه او المجموعه المشتركه من القطاع الخاص توقفت، لان كان الانفتاح اللي حصل في البلاد والعصابة الإرهابية اللي عملت هذا الكلام من سنة 11 لسنة 30 يونيو، وما بعد 30 يونيو خدنا سنة كمان علشان الشعب شاف إن هذه العصابة الإرهابية لا هدف لها سوى تحطيم هذه الدولة والقضاء عليها والعمل على انهيار الدولة وليس العمل على انهيار الحكم. بعدين هذا الرجل رئيس عبد الفتاح السيسي حينما لرئاسة الجمهورية بناء على طلبنا احنا الشعب واحنا المواطنين، ورأينا فيه انه الفارس الوحيد، او زي انا دايما نقول هدية السماء مصر، وهدية السماء تقبلت المصريين وسعوا إليها ليكون هذا الرجل موجود على قيادة جديدة. ما قالش إن أنا هعمل لكم البحث، قلت إن أنت هتكون هواجي، قال إن
قدامنا ايام صعبه واحد بتعوم عسكر كنا نستحمل وهنمشي لان الامن والامان هما الاساس ولا ننسى ما في تلك الفتره وسنه 15 ابتدت ده حقيقي انا التحميه وبدا نشوف تطور حاصل البلد الامن اللي والوعي اللي جه لدى المواطن المصري مش وعي جاي له نتيجه ان احنا بنقول ده وعي لا ده هو عاش تجربه وانا لما اعيش التجربه باخد من التجربه دي واعيش المستقبل بشكرك انا سياده اللواء مش قادر اسمع حضرتك كويس فحضرتك اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق بس اللي نقدر نستخلصه من كلام سياده اللواء فكره عظيمه جدا هو انه الامن بياتي نتيجه لاحساس الناس بالاستقرار وباحساس الناس بملكيه هذا الوطن وهو امن مبني على ثوابت كثيره سبقته وبالتالي صعب جدا زعزعته وصعب جدا التاثير عليه من محاولات خارجيه عايزه تتحرك في امن الشارع او عايزه تعمل فوضى في الشارع الحقيقه انه الامن بمفهومه الاكبر دي نقطه بشكر عليها سياده اللواء جدا زي ما بنتكلم عن الرسائل السياسيه في رساله اقتصاديه عظيمه في مشروع مستورد مشروع قومي مهم من ضمن مشروعات الدوله بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع البترول واذا جاء الحديث عن البترول نتشرف انه يكون معانا المهندس اسامه كمال وزير البترول الاسبق صباح الخير على حضرتك اهلا بيك صباح الخير عليك وعلى الجمهور مهندس اسامه حاجه من الحاجات اللي لفتت نظرنا جدا الحجم والضخامة الكبيرة جدا لمجمع مستورد بمقياس خبرة حضرتك الطويلة في هذا القطاع نقدر نصنف مشروع مستورد أو مجمع مستورد أنه فين من هذه المشروعات الكبرى للمشروعات البترولية الكبرى في العالم الحقيقة أنا مشروع مجمع مستورد الحقيقة تجدر الأول أن أقول عنه نبذة تاريخية لأنه هذا المشروع عبارة عن وحدات قائمة بيتم تطويرها هذه الوحدات صناعة البترول والغاز صناعة قديمة جدا في سنة 1886 هذا المصنع كان أصلا موجود في السويس أنشئ سنة 1911 ثم انضرب ساعة 67 في الحرب فقام رجال البترول وقتها الأبطال بنقل جزء كبير من المعدات من هناك وعملوا نقلوا هذا المعمل الى منطقه مستورد وكانت منطقه فاضيه في هذا التوقيت وابتدى يشتغل من الستينات بتكنولوجيا شويه قديمه حصل عليه تطوير شويه في الستينات ضفنا عليه وحده علشان اسمها الاحمر عشان خاطر نمنع الحاجات اللي كان فيها رصاص لان بقى ممنوع دوليا لكن ما حصلش عليه تطوير حقيقي هذا تزامن مع ان الدوله كانت ظروفها الاقتصاديه صعبه في هذا التوقيت وما كانش فيه الحقيقه يعني اهتمام مولد بعمليات اللي هي رفع كفاءه التقطير بالرغم من ان مصر عندها 9 معامل لكن اخر معمل كانت عمل في اسيوط 87 وقعدنا فتره طويله لغايه سنه 2000 لما معمل ندور الجديد اشتغل فده يعني بيديلك نبذه ازاي انه صناعه التكرير بالظبط يعني شويه قديمه اتعثرت حبتين وده كان السبب الرئيسي في ازمات البنزين والسولار اللي احنا كنا بنشوفها في الفتره ما بين 2012 ل 2015 هل هذا التوقيت بدا يبقى فيه خطه لرفع كفاءه معامل التكرير والخطه دي زي ما حضرتك قلت كده كانت مليارات كنا بنتكلم عن معمل تكرير النهارده يعني عمل التكبير الصغير ب 2 مليار صغير واقتصادياته ما هياش قد كده فلازم يبقى في مع معمل التكبير حاجات اخرى بنسميها معامل الجيل الرابع لازم يبقى معاه وحده بتروكيماويات لازم يبقى معاه وحده تكسير هيدروجين زي اللي احنا شايفينها في هذا المعمل فهنا ده اللي حصل انه بقى في معاه وحده تكسير هيدروجيني بترفع من القيمه المضافه للمعمل الاصلي لانه كان تقريبا نص انتاجه بيطلع مازوت والمازوت ده حاجه قيمتها المضافه مش عاليه اوليه يعني يطلع ناتج تكرير من الخام لان زي ما انا بقول لك انه نتيجه استخدامه التكنولوجيات القديمه فعشان تحصلي منه على مقطرات خفيفه ذات قيمه
مضافة أعلى لابد تجري عليه عملية معينة. عملية معينة دي مكلفة جدا، 22 وحدة راكبين عشان يعملوا هذا الإجراء. لكن زي ما حضرتك قلت بتوفر حوالي 40% طبعاً. من يعني بص احنا النهارده حطينا استثمارات 3.7 من 10 مليار دولار. في عندنا 4.5 مليون طن انتاج. هذا المشروع مع التوسعات اللي افتتحت مؤخرا في اسكندريه للبترول تقريبا خفضوا السولار اللي كان بيستورد، لان احنا كنا بنستورد 50% من استهلاكنا اليوم في السولار. الرقم ده نزل النهارده ل 25%. مع بقيه الحاجات، معامل التكرير اللي محطوطه في الخط، زي مثلا معمل التكرير اللي في اسيوط بيتعمل له تحديث، في معمل جديد بيتعمل في اسيوط، في توسعات في شركه ميدور، دول ان شاء الله على 23 يمنعوا الاستيراد تماما بتاع المواد البتروليه السائله. طيب هل معمل التكرير لما بيتعمل ده بيتعمل لوحده؟ يعني هو مشروع بترولي لوحده، ولا زي ما شفنا النظره الشموليه اللي الرئيس اتكلم عليها المره دي انه اتعامل معاه 22 محور وطريق في 6 شهور لفك اختناقات المنطقه بتاعه مستورد، لان زي ما بقول مستورد ده اتعمل سنه 67 كانت المنطقه دي كلها زراعه. قعد العمران يروح واحده واحده، وكان الطريق ده طريق الشركات، هتلاقي فيه هناك شركه انابيب البترول وشركه شركات ادويه وشركات كهرباء وحاجات زي كده. طيب الطريق ده بقى مزدحم جدا النهارده، وبقى بالزبط. واقع في وسط 3 محاور، طريق بلبيس، طريق الزراعي. حضرتك عايز تقول لنا انه الموضوع مش بس تطوير في قطاع البترول، لكن تطوير على قطاعات كمان اجتماعيه. احنا يعني هنتمنى انه في لقاء قريب مع مهندس اسامه كمال اتكلم عن فكره البترول في مصر تحديدا، لان الرئيس قال امبارح كلمه مهمه جدا عن فكره انه احنا عايزين، يعني بيقولوا علينا ان احنا عايزين نبقى اوبك للغاز في المنطقه، وبالتالي مش هيسيبونا في حالنا. الرئيس مدرك لحجم التحديات مع حجم الطموحات اللي مصر بتطمح فيها. معنا دلوقتي مع موجز التاسعة مع هدير. شكرا دينا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي لمتابعة جهود الوزارة في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة. وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال 6 أشهر القادمة، وجه السيد الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة توفير السلع الأساسية وتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. وقد صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار الاستراتيجية الاقتصادية والتنموية للدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء التنمويين الدوليين. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية، مشددا سيادته على انتقاء أفضل البدائل التمويلية مع حوكمة الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، مع البدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء من الإجراءات التعاقدية الخاصة بحزمها التمويلية، خاصة تلك المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية والصناعية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز جهود الوزارة، خاصة ما يتعلق بزيادة فعالية التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين بالاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بأبرز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة. كما تم استعراض نتائج الجولة التفقدية للدكتورة رانيا المشاط للمشروعات التنموية في قطاع الزراعة بمنطقة الصعيد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتي أتت بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث من المنتظر أن يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الزراعية بحلول عام 2023
إلى حوالي 500 قرية في الصعيد، سواء فيما يتعلق باستخدام أنظمة الري الحديثة أو تعزيز المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بتطوير أنظمة الزراعة. كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط نشاط الوزارة فيما يخص القروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة. كما استعرضت السيدة الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، وذلك لدعم المجتمع السيناوي اجتماعيا واقتصاديا وتعزيز مفهوم التنمية المستدامة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء، مع الوقوف على التجارب المجتمعية الناجحة التي شاركت فيها المنظمات الأهلية، وذلك لضمان تكوين مجتمعات مكتملة الأركان والخدمات، إلى جانب جهود دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل بتلك التجمعات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية خلال الستة أشهر القادمة وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، فضلا عن استعراض جهود إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار وزارة التموين في اعتماد خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، والتي تم انتهاجها خلال فترة جائحة كورونا، وذلك تحسبا لأي موجة ثانية محتملة في هذا الصدد، وتلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بانتقاء أفضل المواقع للصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع لتسهيل مهمتها في تخزين السلع الاستراتيجية، أخذا في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية. كما تم استعراض خطط وزارة التموين لتطوير عدد من شركات الصناعات الغذائية، خاصة شركتي قها وإدفينا، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي وزيادة قدراتها التنافسية وتعظيم الفرص التصديرية. كما وجه السيد الرئيس بتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال ميكنة دورة العمل وتحديث العمليات اللوجستية بهدف تحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد وتطوير الخدمة للمواطنين. كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين بتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق التيسيرات المعلن عنها بشأن التصالح على مخالفات البناء. وخلال اجتماع مجلس المحافظين أعلن مدبولي السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة. وأوضح مدبولي أن هناك تكليفا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات بنفس الطريقة التي تمت في مشروع الأسمرات بالقاهرة أو بشائر الخير في الإسكندرية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيدا لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد حرص الدولة على دعم ومساندة العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا والتخفيف عنهم بمد المنحة المقدمة لهم 3 أشهر أخرى بنهاية العام الجاري. وخلال اجتماع طارئ لبحث تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مد مدة صرف مبلغ الإعانة للعمالة غير المنتظمة والاتفاق على المعايير والمحددات وآليات التقدم للمنحة، قالت السعيد إنه تم خلال الاجتماع مراجعة معايير الاستحقاق للمنحة لضمان عدم الازدواجية في الصرف ووضع قواعد الحوكمة، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالتشغيل والتدريب، وهو ما يضمن تقديم الدولة المساندة الحقيقية لهذه الفئة من العمالة.
أعلنت وزارة الصحة خروج 506 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم رعاية طبية لازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95,586 حالة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد تسجيل 115 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 18 حالة جديدة. كشف إحصاء رويترز أن وفيات كورونا في مختلف أرجاء العالم تجاوزت حاجز المليون مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان. وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس كورونا من 500,000 في 3 أشهر فقط. وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند، ويموت نحو 5,400 شخص حول العالم كل 24 ساعة، ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العدد الرسمي لوفيات فيروس كورونا على مستوى العالم ربما يكون أقل من الإجمالي الفعلي. وقال كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة مايك رايان إنه لا يمكن أن يتم حساب أعداد ضحايا فيروس كورونا بشكل دقيق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ستوزع نحو 150,000,000 فحص سريع لفيروس كورونا. وتوقع ترامب خلال مؤتمر صحفي أن تشهد الفترة المقبلة حدوث زيادة في عدد الحالات الإيجابية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال نحو 50,000,000 فحص إلى المجتمعات الأكثر عرضة للخطر، إضافة إلى توزيع 100,000,000 فحص على الولايات والأقاليم لدعم جهود إعادة فتح الاقتصاد والمدارس. قال البنك الدولي إن جائحة كورونا من المتوقع أن تجعل النمو عند أدنى مستوى منذ 50 عاما في منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي علاوة على الصين. وأتوقع البنك الدولي أن تحقق المنطقة نمو 9% فحسب في 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 1967. وكان من المتوقع أن يصل النمو في الصين إلى 2% هذا العام، مدعوما بالإنفاق الحكومي والصادرات القوية وانخفاض معدل الإصابات الجديدة بكورونا منذ مارس الماضي، لكنه تراجع بسبب بطء الاستهلاك المحلي. تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران تعزلها اقتصاديا عن العالم مع بعض الاستثناءات، وذلك باستهداف أكثر من 10 بنوك وتعطيل قطاعها المالي بأكمله. ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن مصادر مطلعة أن هناك هدفين للعقوبات المقترحة، أولهما إغلاق واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية والتي تسمح للحكومة الإيرانية جني الإيرادات، والثاني إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن المنافس لترامب في الانتخابات القادمة، والذي تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي بين دول الغرب وإيران. تدخل الانتخابات الأمريكية مرحلة جديدة تحتدم فيها المنافسة هذا الأسبوع، حيث يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه جو بايدن أول مناظرة بينهما اليوم. وتأتي المناظرة بعدما تحدى دونالد ترامب الديمقراطيين ورشح محافظة للحلول مكان قاضية المحكمة العليا الليبرالية روث بادر جينسبرغ والتي توفيت هذا الشهر. ويتصدر بايدن استطلاعات الرأي في معظم الولايات المتأرجحة التي تبدل ولاؤها بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتعد حاسمة بالنسبة لنتيجة الانتخابات في 30 نوفمبر القادم. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث نزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورنو كاراباخ، يأتي هذا بعد يومين من تصاعد حدة القتال بين البلدين على الإقليم الحدودي، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 55 قتيلا في ثاني يوم من الاشتباكات. وقد تبادلت قوات البلدين القصف بالصواريخ والمدفعية في أعنف جولات الصراع منذ ما يقرب من ربع قرن.
استقبلت وزارة الشباب والرياضة أكثر من 200 شاب وفتاة من أبناء القبائل الحدودية ضمن فعاليات برنامج أهل مصر، وذلك في إطار سياسة تمكين وتأهيل ودمج شباب وأبناء المحافظات الحدودية وحمايتهم من التطرف والإرهاب. ويتضمن الملتقى سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية والمحاضرات والندوات وورش العمل وبرامج سياحية داخل كل محافظة لزيادة الوعي عند الشباب المشارك من أبناء المناطق الحدودية. في الحقيقة البرنامج ده برنامج مهم جدا اللي بتكون وراه العديد من الجهات وعلى رأسها دعما وتفعيلا فخامة الرئيس قيادة سياسية وأيضا الحكومة المصرية. احنا طبعا مع كل المحافظاتنا الحدودية، ده برنامج أهل مصر اللي بدأ من 2014 ودايما احنا بنطوره، لكن تطويره مرتبط بحاجات كتيرة جدا. ان ولادنا لازم يعرفوا الكثير والكثير عن مصر، يتبادلوا كمان الأماكن الثقافية والأماكن اللي في مصر ويعرفوا ونعرف أكتر. شفنا شباب مصر متمثل في المحافظات الحدودية، شفنا حبهم وولائهم لبلدهم وانتماءاتهم، شفنا كل إبداعاتهم سواء الشعرية والنثرية والإنشاد الديني والفقرات الثقافية والمسرحية، يعني حاجة النهاردة جميلة فعلا عايشتنا في كل المحافظات، فيعني هي محافظات حدودية ولكنها في قلب مصر فعلا. هذا البرنامج مستمر، توقف عشان ظروف كورونا. هو حكاية الدمج وحضرتك بتقول والمش عارف الكلام من ده، هم أنا يعني يمكن احنا دايما عشان الثقافة، ممكن أنا المسافة بين القاهرة والوادي الجديد 1000 كيلو، سينا وهنا برضو 800 كيلو 500 كيلو، ممكن في شاب ما سجاش القاهرة ما شافش الظروف البعد الجغرافي، لكن هو مرتبط بالوطن وملتزم بالوطن، ودلوقتي يعني ارتباط كلي جدا جدا جدا. لكن واحد يقول لك ايه الارتباط، لا مش الهدف ارتباط، زي شباب البحيرة، زي شباب المنيا، زي شباب الشرقية، كلهم مرتبطين بالوطن، بس احنا دول ممكن ظروفهم بعدهم عن العاصمة ممكن ما يقدرش حتى نظم رحلة. منطقة أهل مصر طبعا بضم خير الشباب المحافظات الحدودية، شباب الملتقى تعرفنا على شباب من محافظة مطروح، من محافظة أسوان، من شمال سيناء، من البحر الأحمر، من شباب الملتقى فكر جديد تطور تحت رأي الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده ملتقى مميز للشباب الصغير مع الكبير، في ائتلاف جامد بين الشباب وبعضهم، بيبقى في اختلاف في العادات والتقاليد وبنتعرف على بعض وكيفية التعامل مع الآخرين، والبرنامج بنستفاد منه بصفة كاملة طبعا. واحنا يعني كنا محرومين طبعا أبناء المحافظات الحدودية من هذه البرامج، وبنشكر بالمناسبة يعني بنشكر سيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن هو بيدعمنا من هذه البرامج، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن احنا بالفعل كنا محرومين من هذه البرامج وأضافت لنا حاجات كثيرة يعني هذه البرامج. مشاهدينا الكرام، نهاية موجز 9، فاصل نعود بعده لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر، ابقوا دائما معنا. مرة تانية صباح الخير على حضراتكم. معادنا دلوقتي مع جولة لزملائنا ومراسلين خارج الاستوديو. بصبح على زميلي مينا مكرم، وبصبح على رامي محمد اللي هيكون معانا كمان في تقرير خاص، وزميلنا العزيز أحمد الحسيني. وصبح عليكم جميعا، وخلونا كالعادة نبدأ بالمرور مع مينا. مينا صباح الخير عليك، وأحوال المرور في شوارع القاهرة يعني مسؤوليتك النهارده، تفضل. صباح الخير يا دينا، برحب بيكي وبكل مشاهدي صباح الخير يا مصر في جولة مرورية جديدة النهاردة، بنبدأها من منطقة السيدة زينب. منطقة السيدة زينب طبعا واحدة من المناطق اللي موجودة في تعتبر وسط البلد والمتاخمة لشارع القصر العيني وامتداده، وخليني أقولك أنه إلى حد كبير إحنا متواجدين في المنطقة من يمكن ساعة تقريبا، ولاحظنا وجود لسيولة مرورية ملحوظة في المنطقة، وخليني أستعرض ده معاكي بشكل مباشر من خلال حركة الكاميرا اللي هتبدأ تظهر لينا الحالة على أرض الواقع من خلال تجولنا، وتحديدا إحنا متواجدين يمكن دلوقتي إحنا في واجهتنا مسجد السيدة زينب، وفي بدايتنا كمان لشارع بورسعيد، واحد من الشوارع الرئيسية اللي موجودة في حي السيدة زينب.
واللي بامتداده زي ما حضراتكم ملاحظين في سيولة مرورية ملحوظة سواء في الاتجاه اللي جاي من مناطق مختلفة زي باب الشعرية ويعني أماكن مختلفة بامتداد شارع بورسعيد أو الاتجاه اللي احنا كمان متواجدين فيه، واللي بنهايته كمان بنلتقي أو بنتقاطع مع مناطق عديدة زي المتحف الإسلامي وكمان مديرية أمن القاهرة، واللي قادرين نلاحظوا ان في سيولة مرورية ملحوظة في المنطقة رغم ان احنا طبعا في وسط الاسبوع، ويمكن المنطقة هنا منطقة معروفة بانها منطقة تجارية وفيها عدد من الاسواق الكبيرة، لكن الى حد كبير في سيولة مرورية ملحوظة ما عدا طبعا عند بعض التقاطعات والاشارات المرورية زي اللي احنا دلوقتي متواجدين في واحدة منها اللي بيكون في بعض التوقف البسيط، ومن بعدها بتعود الحالة المرورية لطبيعتها مرة اخرى. يمكن ده يعني كان ابرز ملاحظاتنا دينا النهاردة في جولتنا المرورية في منطقة السيدة زينب وسط القاهرة. عودة ليك يا دينا مرة تانية. شكرا ليك يا مينا. يعني دايما بنلاقي كده انه مينا عنده أماكن ممكن نتحرك فيها وفيها سيولة مرورية، بس النهاردة فعلا مفاجأة أن منطقة السيدة زينب بقت بهذا القدر من السيولة، ودي حاجة حلوة جدا. خلونا نروح لزميلنا رامي محمد. رامي موجود في الشرقية، وإحنا عارفين وبنتابع أنه في مبادرات صحية كتير. رامي موجود في مع ضيفه الكريم وكيل وزارة الصحة في الشرقية، وأكيد عندك تفاصيل أكتر عن المبادرات اللي الهدف منها رعاية صحة المصريين. صباح الخير دينا، صباح الخير على كل متابعي صباح الخير يا مصر. بالفعل زي ما قلتي هي عدد من المبادرات الصحية المتعددة اللي بتخدم أهالي محافظة الشرقية. أنا تحديدا متواجد الآن داخل مكتب صحة ثاني الزقازيق هنا أمام مستشفى عام الزقازيق أيضا لمتابعة الكشف المبكر على عدد من الأمراض المزمنة وغير السارية ضمن مبادرة 100 مليون صحة، المبادرة الرئاسية. وكمان من أهم هذه الأمراض هو الاعتلال الكلوي. بنتكلم كمان عن أداء المبادرة هنا في محافظة الشرقية، لها أداء متميز بالكشف على أكثر من مليون مواطن بمختلف المراكز. خلينا نتعرف أكثر على الفعاليات الخاصة بالكشف المبكر على الأمراض المزمنة ومتابعة لفعاليات المبادرة ومبادرات أيضا الأخرى داخل محافظة الشرقية بهذا اللقاء مع ضيفي الكريم دكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية. برحب بك يا فندم معنا في صباح الخير يا مصر. في البداية أتعرف من حضرتك على الفعاليات اللي بتتم الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة، خاصة الأمراض المزمنة والاعتلال القلوي منها. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على حضرتك وعلى كل أهل مصر. الحقيقة هنا من محافظة الشرقية تم انطلاق مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الجمعة اللي هي اللي كانت موافقة 18 سبتمبر. الحقيقة بدأنا في دور العبادة سواء الكنائس أو المساجد خلاص، واستكملنا بعد الصلاة مباشرة والطقوس الدينية اللي بتبقى في اليوم ده، استكملنا في الوحدات الصحية وكملنا تاني يوم خلاص السبت كانت انطلاق المبادرة على جميع أرجاء الشرقية. الحمد لله عندنا أكتر من 750 فريق خلاص غير المتطوعين كمان من الفرق يعني كل فريق بينبثق منه فرقتين ثلاثة بينزلوا يخلصوا الموضوع. أنا اشتغلت على طول من أول يوم، الفرق الثابته موجوده ثابته، واللي مش والفرق المتحركه خلاص اكثرها كان موجود في كل بيت وفي كل قريه. الحقيقه احنا النهارده وصلنا لاننا عملنا 1,217,000 في 13 يوم، وبعلنها تاني 1,217,000 مواطن خلاص في 13 يوم بالظبط. النهارده اليوم ال 13 احنا حولنا من خلالهم 36,000 مواطن لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة وإعادة الفحص مرة أخرى بالمستشفيات من قبل الاستشاريين والأخصائيين، لأن كان عنده يا إما ضغط يا إما سكر. عايز أقول لحضرتك على حاجة عشان الناس بس تبقى يعني واعية للموضوع، أخطر مرضين موجودين والناس مش منتبهة ليهم هو الضغط والسكر، لأنه بيؤدي إلى أمراض عضوية خطيرة أخرى. أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، أنا امبارح كنت في منيا القمح، وبقول منيا القمح تحديدا كمان خلاص لأنها زيها زي بقية الكرة وبقية المراكز اللي موجودة في الشرقية، مستهدف قرية واحدة بس كان 3,250 مواطن، اتحول منهم يعني احنا كشفنا لحد دلوقتي على حوالي 2,700، اتحول منهم 300 فرد
لأول مرة يعرفوا أن هم عندهم ضغط أو سكر، لدرجة أن الرقم كان مفزع بالنسبة لي. خلاص وقعدت وأخدت البيانات بالظبط وحللتها، جات مواطنة عادية أخت فاضلة لنا خلاص وكشفت ضغطها، والأول مرة تعرف 220 على 110، لدرجة أن أنا قلت لها لا أنت حضرتك هتتنقل المستشفى دلوقتي عشان نسيطر على الضغط الأول وبعدين نعمل بقية الإجراءات. الموضوع مهم جدا جدا. اتفضل دكتور هشام. يمكن كمان الفعاليات المبادره لا تتوقف عند الامراض المزمنه والاعتلال القلوي وغيرها، هناك عدد من الفعاليات الاخرى والمبادرات الاخرى خاصه بامراض متعدده، كلمنا عنها يا فندم. انا لو قلت لحضرتك مثلا ان احنا يعني في مارس 2019 انطلقت برضو على الارض الشرقيه، وكنا يوم جمعه يوم 1 مارس انطلقت مبادره فخامه رئيس الجمهوريه للكشف او عن فيروس سي. الحقيقة فنشناها برضو بعد حوالي يمكن 45 يوم، كنا عاملين 3,778,000 مواطن اتحول منهم للأمراض غير السارية 52,000 مواطن علشان يستخرجوا قرارات علاج على نفقة الدولة. كمان في ناس اللي أخذ العلاج أكثر من حوالي 67,000 مواطن أخذوا فيروس سي. دكتور هشام سعود وكيل وزارة الصحة بالشرعية، بشكرك شكرا جزيلا فندم على التواجد معنا. ويمكن دينا زي ما تابعنا الفعاليات الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة هنا بمحافظة الشرقية، أيضا هناك تدريب لعدد من الأطقم الطبية وأيضا الرائدات الريفية على التثقيف الصحي المهم جدا داخل القرى. عودة ليك مرة أخرى. بشكرك شكرا جزيلا يا رامي. ويمكن التفاصيل اللي ذكرت في لقائك احيانا بتكون غايبه عنا، احنا فاكرين ان المبادرات بس لمتابعه حالات موجوده بالفعل، لكن الحقيقه فكره انه حد يبقى في خطر وفي حاله صحيه في خطر بيكتشف لاول مره بالصدفه كده، دي حاجه عظيمه، لانه ثقافه الكشف الدوري حتى ثقافه مهمه جدا. بشكرك شكرا جزيلا رامي. هنرجع من الشرقيه لشبرا الخيمه مع زميلنا احمد الحسيني موجود في احد المراكز التكنولوجية في شبرا الخيمة. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير يا دينا، أهلا بيكي، وصباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر. بالفعل أنا موجود هنا في محافظة الأليوبية وتحديدا في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في حي غرب شبرا الخيمة. يعني في إقبال كبير من المواطنين على إجراءات التصالح، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قيمة رسوم التصالح هنا على مستوى محافظات وقرى مصر. يعني خلينا نتعرف أكتر على عمل المركز التكنولوجي هنا اللي هو بيعمل يعني 7 أيام في الأسبوع، يعني حتى الجمعة والسبت والأجازات الرسمية هو بيعمل من الساعة 9 صباحا طبعا لخدمة المواطنين بالنسبة اللي هم عايزين يعملوا إجراء التصالح. خلينا نتعرف على مزيد من المركز التكنولوجي هنا من خلال ضيفتي العزيزة الأستاذة مروة عبد العزيز مدير المركز التكنولوجي هنا في حي شبرا غرب أو في حي غرب شبرا الخيمة. أستاذة مروة أهلا بيكي، وخلينا في البداية نتعرف على عمل المركز هنا يعني بيشتغل قد إيه؟ المركز التكنولوجي بيبدأ من الساعة 9 صباحا جميع أيام الأسبوع، وفي العطلات الرسمية طبعا لاستيعاب جميع المتقدمين لطلبات التصالح. بنبدأ من 9 صباحا إلى انتهاء آخر مواطن بيقدم طلبه، ما بنمشيش من مركز لما الناس كلها تقدم طلباتها. عايزين نتعرف كمان على قيمة رسوم التصالح، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قيمة رسوم التصالح، وخاصة كمان الرسوم نزلت اللي هو اللي باني 4 أدوار نزل السعر المتر ل 175 جنيه، باقي بقى الادوار والمباني. هو بالنسبه لاخر تعديل مبنى 4 أدوار برسوم التصالح بتاعته 175 جنيه، 6 أدوار 200 جنيه، اكتر من 6 أدوار 315. تمام. وبالنسبه بقى لو في مباني صناعيه او تجاريه بتكون القيمه اعلى. ايوه يا فندم، ده بيبقى ليه رسوم مختلفه، التجاري 900 جنيه، الاداري 225 وهكذا. امتى المواطن يعرف اللي هو لازم يجي يقدم على تصالح هنا في مركز خدمه المواطنين؟ هو حضرتك بتقدم عندنا لو عنده اي استفسار، العقار مخالف، عنده مخالفات، ليه رخصه ولا لا، من خلال المركز هنا احنا بنقول له كل المعلومات اللي من خلالها يقدر يتعرف ان كان هيتصالح ولا لا. الاجراءات ايه كمان؟ يعني حابين ننوه ان الاجراءات يعني الاجراءات سهله وبسيطه بحيث ان اي حد خايف او متردد، لا هو الموضوع يعني بسيط وسهل، وانتم كمان بتساعدوه على سرعه الاجراءات دي. لا عندنا في المركز احنا كل بنزل كل عقبات للمواطنين بحيث ان المواطن ممكن يقدم بصوره البطاقه ويستكمل بقيه اوراقه في خلال بعد كده، عشان نسهل على المواطن يجهز اوراقه براحته، وعشان بنسهل عليهم في الاجراءات. يعني هو بياخد من هنا نموذج بيدفع في البنك او بيدفع في الفيزا وبيدفع جديد الصالح
وبعد كده هل في نفس الوقت في نفس اليوم يقدر؟ ايوه يا فندم، وفي نفس اليوم بعد ما بيدفع احنا عندنا متوفر مكنات الفيزا، او لو هيدفع في البنك وفي نفس اليوم بيقدم الطلب بتاعه. لو المفروض اللي هو الاجراء التصالح لغايه تم مده لغايه 30 اكتوبر، لو لم يتم بقى ان هو ما جاش وعمل اجراء التصالح، ايه العقوبات اللي ممكن تخش عليه او تقدم بيه؟ هو كان طبعا كده هيضر بالمبنى بتاعه، لان التصالح ده بيعتبر مثابه رخصه ان هي في مصلحته في الاول وفي الاخر ان هو يجي يتصالح. لو ما كانش جه تقدم كان يبقى طبعا هيقع عليه ضرر، ان هو كده يعتبر مخالف. تمام استاذه مروه عبد العزيز، يعني شكرا لك على هذه المعلومات. يعني دينا زي ما شفنا هنا الاجراءات سهله وبسيطه لاي مواطن، يعني طبعا هو عارف ان هو باين مخالف او كده يقدر اللي هو عشان يقنن اوضاعه ويكون ماشي بشكل شرعي وشكل قانوني ان هو يجي هنا في مركز التكنولوجي. وطبعا المراكز التكنولوجيه دي منتشره على جميع محافظات واحياء الجمهوريه، بيجي يقدم الورق هنا. وطبعا في القرى والعزب والنجوع تم تخفيض رسوم التصالح ل 50 جنيه فقط، طبعا ده تيسيرا على المواطنين. طبعا المدن والمراكز الاسعار بتختلف، يعني فرصه ان المواطنين يجوا يقدموا على اجراءات التصالح لتقنين اوضاعهم. يعني اليك دينا في الاستوديو، يعني بعد هذه الصوره من المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين بحي غرب شبرا الخيمه. اشكرك شكرا جزيلا يا احمد. ويمكن فعلا فكره معرفه الناس انه مش مطلوب منه غير هذه الاستماره المبدئيه عشان تحميه من انه خطر الازاله اذا كان المبنى مخالف، دي المعلومة الأهم اللي احنا شاركنا بيها النهاردة زميلنا أحمد، والمحتاجين نلحق نعملها قبل انتهاء فترة السماح. بشكر مرة تانية زميلي الأعزاء أحمد الحسيني من شبرا الخيمة، وكان تابع معنا مراجعة الناس لقانون التصالح أو تقديم الطلبات. وزميلنا رامي محمد كمان كان موجود في الشرقية لمتابعة الحملات الصحية وحملات حماية صحة المواطنين. وكالعادة زميلنا العزيز مينا مكرم كان موجود معنا في جولة خارجية للحالة المرورية. بشكركم زمايلي الأعزاء، وبرجع مع حضراتكم فاصل قصير ونرجع نكمل لقائنا في فقرات وباقي فقرات صباح الخير يا مصر. طبعا احنا عارفين ان احنا واخدين الدور الاصعب، وان احنا لما بنبقى احيانا مسؤولين اننا كل شويه نفكر حضراتكم ان لسه في كورونا، بتبقى مسؤوليه تقيله علينا وتقيله على الناس اللي تعبت من ذكر انه لسه في وباء. لكن هو الحقيقه انه لسه في وباء، لكن عندنا طول الوقت اخبار حلوه، اخبار نتابع اذا قلت الاعداد والاصابات بوعي كتير مننا، او نتابع اذا كان في اقتراب لانفراجه. احنا بنتابع على مدار وقت طويل تجارب اللقاح والتجارب اللي بتحصل في مصر وفي 40 دولة على مستوى العالم. امبارح كان في لفتة لطيفة جدا انه دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة هي كمان خضعت للتجربة واخدت اللقاح، وانه نتائج في 6000 مشارك اللي فاتوا كانت نتائج حتى الان ايجابية، انه ما فيش اعراض جانبية. هل ده كل ما عندنا؟ الحقيقة انه لا، احنا عندنا اسئلة كتير جدا عن اللقاح المنتظر، هيوصل لنا ازاي وهيوصل لنا امتى، وعن سلامة الالاف من الطلبة اللي رجعوا المدارس. كل اسئلة دي هيجاوبنا بقى عليها دكتور اسلام معنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير استاذ دينا، ازيك؟ كالعادة بننبسط انك تكون معانا، ساعات بتقول لنا كلام يخوفنا وبعدين نرجع نطمن تاني. فهبدأ مع حضرتك على طول باننا كلنا عايزين نعرف، احنا الجملة دي سمعناها كتير، الوضع الوبائي وصل لفين في العالم وفي مصر؟ ده يعني متهيألي بداية كويسة نشرح كده احنا فين مكاننا من وسط العالم. بالظبط، احنا دايما وزي كنا دايما بنتكلم متأخرين شوية، وده حاجة كويسة إن جدا الحمد لله. يعني احنا اللي بيحصل عندنا بيكون شهرين متأخر او شهر عن بقية العالم. اوكي، هو في يعني البلاد متقسمه فيزز كده، احنا الفيز الثالث اللي هو الاخير دايما في الانتشار في الاصابه، فالحمد لله. فاحنا بنشوف ايه اللي بيحصل في اوروبا مثلا، بعد كده بنشوف نعمل حسابنا عليه. لو رجعنا كده في اول الموجه الاولى، احنا الحمد لله يعني لو نفتكر مستشفى النجيله مثلا، احنا كنا عاملين مستشفى عزل وجاهزين وما كانش عندنا ولا حاله كورونا. بالظبط، فكويس احنا كنا جاهزين قبل الموجه الاولى، وكان عندنا طبعا زي كل العالم تخبط هنعالج بايه، ما كناش عارفين بقى ولا في بروتوكولات، وكل شهر كان يطلع دواء وينزل وهكذا. دلوقتي احنا في ارتفاع تاني في الاصابات، ارتفاع في بعض الدول في اوروبا عدى الذروه اللي كانت في الموجه الاولى كمان.
لكن انا عايزه اقف عند الحته دي لانه ده الخبر اللي احنا لا بنسال عليه ولا بنلتفت ليه. يعني الاصابات في الموجه الثانيه اكثر في الاعداد. يعني لو اعتبرناها موجه ثانيه لان هو حتى الان برضو يعني ما خدتش التعريف الرسمي ان هي موجه ثانيه، لان الوفيات نفسها الحمد لله لسه في نفس التناقص، يعني هي ما عليتش تاني مع الاصابات. فالملاحظه ان الاصابات نفسها عليت والوفيات فضلت بتقل زي ما تكون بالظبط الموجه الاولى بتخلص. فطلع كذا يعني تفسير. أيوة. جونز هوبكنز قال هو ببساطه هي المعادله، في اجراءات احترازيه هيبقى في نقصان في الاصابات، ما فيش هيبقى في طبعا ارتفاع في الاصابات، لكن الوفيات مرتبطه اكتر بحاجتين: المستوى الصحي بتاع البلد بيقدر يلحق المريض امتى، ان احنا خلاص بقى عندنا بروتوكولات جاهزه ولو اتعالج بدري غالبا الوضع المره دي مختلف، يعني عندنا شويه معلومات. والحاجه الثانيه مين اللي بيصاب. فالملاحظ ان دلوقتي معظم الاصابات في الناس اللي هي اقل من 50 سنه، فبالتالي الوفيات فيهم نسبتهم قليله جدا عشان متوقع ان حالتهم الصحيه افضل. بالظبط. طبعا مع نزول المدارس في اوروبا وفي امريكا، مع ان الشباب كلهم ابتدوا يرجعوا تاني، مع حفلات الزفاف والحفلات، لكن ده مش معناه ان الفيروس بقى اضعف زي ما احنا بنفسر. الفيروس اعراضه اخف، وده راجع تاني لنفس التفسير ان الشباب هم اكتر دلوقتي الاصابات اكتر من زمان. ده حقيقي. والحاجه الثانيه هم بيدرسوا فكره هل تحول الاضعف ولا لا، بس حتى الان كلها نظريات لم تثبت. يعني هو في كذا دراسه حاليا شغاله ان يشوفوا هل التحور ده للاضعف ولا لا. فهو وجدوا سترينز طبعا، فصائل كتير منها اهدى شويه ومنها اعنف. فلسه ما قدرناش نقدر نقول كده حاجه علميه ان الفيروس نفسه تحول للاضعف. فاحنا الوضع الوبائي بتاعنا منتظرين ان شاء الله هنعمل حسابنا ان هيبقى عندنا اصابات اعلى، هنعمل حسابنا عليها من دلوقتي لان احنا داخلين على الشهر الجاي. بقول لك بتقول كلام بيخوفنا بس الحقيقه دايما بتتعب كده. بس الحاجه الايجابيه ان احنا بقينا جاهزين، يعني ودي فعلا حاجه ايجابيه، يعني مش بس كلام مرسل. احنا المستشفيات عندنا بقت جاهزه، البروتوكولات بتاعت العلاج احنا بقى عندنا بروتوكولين للحالات الخفيفه والمتوسطه والحاده. والبروتوكولات كلها متوفره، ابتدينا نصنع البروتوكولات نفسها جوه مصر. بنصنع علاجات كمان للحالات الصعبه جوه مصر. بالظبط كده، احنا عندنا الحاجات اللي هي المونوكلونال موجوده من استيراد، موجود ليها ستوك، حتى هتتصنع زي الرامدزيفير والفافيبرافير بقوا بيتصنعوا في مصر. فبالتالي الهيدروكسيكلوروكوين موجود، الديكسا موجود، كل الادويه دي كل ده ما كانش موجود في الفتره ولا كنا نعرف ان هو بيعالج حتى. فبالتالي احنا دلوقتي جاهزين ببروتوكولات نعالج بدري. الناس حتى بقت عارفه، يعني بين دلوقتي كل شويه حد يقول انا جالي اعراض كورونا، دكاتره خلاص وتصرف وحجز نفسه وخلاص. بالظبط كده. فهو العلاج فيها بدري هو المهم. بس هو دايما بنقول لو في حاله وفاه واحده ده معناه ان الموجه ما خلصتش. لو حتى واحده حاله وفاه، امتى نقول احنا خلاص الموجه الاولى دي خلصت؟ صفر. لما نكون صفر وفيات. احنا غالبا مش هنمر بيها طالما ان الموجات كلها تلحق ببعض. في بلاد كان حظها كويس وفعلا وصلت لصفر وفيات فتره زي الصين مثلا. ودي يثبت المعادله. في اجراءات قويه طبعا، في صفر وفيات، ما فيش اجراءات قويه والناس احترازاتها قلت، هيبقى في اصابات، وبالتالي هتوصل الدايره شاب يقعد شاب يقعد شاب لغايه ما يجي حد عنده مرض مصاحب سكر او ضغط او كبير في السن ولا قدر الله يتوفى. ده اللي احنا مش عايزين. طيب انا بقى عشان حضرتك بتقول ما فيش اجراءات احترازيه، انا بقى غضبانه وزعلانه، واللي يزعل مننا يزعل مننا في حاله كده من طبعا من البراح عند الكبار، لكن مع عوده المدارس في حاله برضه، يعني انا اسفه مش عايزه على حد، بس من الاستهتار من الامهات. هل الام اللي ابنها بيكح عنده برد، دور البرد الموسمي الطبيعي، ينفع تودي ابنها المدرسه في الموجه دي في الوقت اللي احنا فيه ده؟ مع ان احنا كلنا نفسنا نودي اولادنا المدارس عشان طبعا احنا شوية منهم، ما احنا عارفين ده الصراحه يعني. بس لا طبعا، هو في اصلا اطفال اتحط لهم بروتوكول ان دول ما ينفعش يروحوا. اي طفل عنده مشاكل تنفسيه، عنده ربو، عنده ضغط، عنده سكر، اي طفل بيكح او حاسس ان انا عنده اعراض برد وانا متاكد ان هي برد برضه ما يروحش. اي طفل مثلا والدته او والده او جده عايش معاه في البيت وعنده سرطان مثلا، عنده سكر غير منتظم، عنده امراض تنفسيه حاده، الطفل ده برضه ما بيروحش. ان هو اللي حصل في امريكا وكانت معظم الكلام كله الفتره اللي فاتت على ان الاطفال عادوا اهاليهم وعادوا المدرسين، فنسبه وهم ما كانش في باين عليهم اعراض. الاطفال نسبه 1% اللي هيبقى عنده اعراض حاده تستلزم مستشفى،
50% منهم ما فيش أعراض على الإطلاق والباقي أعراض خفيفة اللي هي شبه أعراض البرد، ممكن يقعد في البيت شوية وهكذا، لكن حامل للفيروس وبيعدي. لذلك هو طبعا السيطرة على طفل، احنا ما عرفناش السيطرة على الكبار، خلينا يعني خلينا نبقى رياليستك، يعني الكبار ما بيلبسوش كمامات، ما بيحافظوش، فاحنا دلوقتي بنقول الأطفال محتاجين هم يلتزموا. المعادلة صعبة، المدارس الانترناشنال دخلت الشهر الجاي، المدارس الحكومية كمان هتدخل، ازاي هنقدر نحافظ جوه المدرسة ان الطفل اللي قاعد ده ما بيقوموش يهرجوا مع بعض، ما بيقلعش في تباعد كفاية، في تباعد اجتماعي، ونخليه مثلا اسبوع واسبوع 50% من الفصل هو اللي حاضر، الباقي اونلاين. ربنا يكون في عون وزارة التعليم، ده حقيقي يعني، وانا الموضوع صعب جدا ومش عارف ازاي هيتظبط. وهي الفكرة كلها بس ان المدرسين يحافظوا على نفسهم ويحافظوا على الاطفال، لان محافظتهم على الاطفال هو بيحافظ على نفسه. طبعا عايز اروح بقى الحته الحلوه والايجابيه، اللقاح التجارب بتقول انه فيش اعراض جانبيه، بس هل ده معناه انه اللقاح فعال اللي بيتم تجربته حاليا في مصر، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ السلامه دي نقطه مهمه جدا وده تخلينا مطمنين. فمعظم اللقاحات احنا دلوقتي عندنا 9 في المرحله الثالثه وفي 4 لسه بيتسجلوا في المنظمه، فالتوتال هيبقى 13. 13 نوع؟ 13 لقاح موجود في المرحله الثالثه من 40، هو في 40 دلوقتي بتجربوا على البشر. ده عظيم قوي. من 189 لان والباقي لسه بتجرب على الحيوانات وهيخش في التجارب على البشر، فاحنا عندنا لقاحات محتمله، يعني نقول محتمله كتير. ف الاول ان انا دخلته مرحله ثانيه او الثالثه، ده معناه ان انا اتاكدت من السلامه، لان هو المرحله الاولى دي هي بتاعت الاثار الجانبيه. فده الحمد لله اتاكد في الاولى وفي الثانيه. احنا مصر بتعمل التجارب على لقاحات في المرحله الثالثه. يعني هو عدى المعمل، عدى الحيوانات، عدى المرحله الاولى على البشر، عدى المرحله الثانيه على البشر، وهو في المرحله الثالثه حاليا. فمن حيث السلامه والاثار الجانبيه غير نادره الحدوث مفيش مشكله. الحاجه الثانيه هي بقى الفعاليه. الفعاليه حاجتين بقى، قصيره المدى وطويله المدى. قصيره المدى ان هو ان اللقاح نفسه بيطلع مضادات اجسام فبيحمي الجسم لفتره صغيره. تمام. زي لقاح الانفلونزا. لمده موسم. بالظبط كده، ولازم يتكرر ثاني. في بقى ذاكرة، يعني في لقاحات لما بتتعمل والفيروس نفسه ما بيتحورش، بيفضل الجسم في التي سيل حاجة كده محتفظ بالذاكرة دي مرة واحدة، بتاخد اللقاح اللي مديها لولادنا، بيفضل هي بتاخدها مرة بيفضل معاها العمر كله. تمام. فبالتالي دي دراستها بتاخد وقت. فالناس اللي حاليا احنا بنعمل اللقاحات، السلامة ما فيهاش مشكلة، الفعالية قصيرة المدى طلعت نتيجة كويسة ان في مضادات اجسام، طويلة المدى كده كده هتاخد وقت عشان ندرسها، عشان نعرف اذا كانت هتقعد في الجسم وقت طويل ولا لا. يعني هترجم كلام حضرتك انه احنا اقصى املنا انه اللقاح ده يثبت فعاليته، ياخدوا اكبر عدد من البشر وننتظر. بالظبط كده. مظبوط كده؟ بالظبط كده. لذلك التقارير مستمره، يعني كل اللقاحات اللي احنا قالوا هيطلع التقرير بتاعها الشهر ده والشهر الجاي، التقارير دي بيسموها تقارير مبدئيه، وهيطلع بريليمينري، والتقرير النهائي هيطلع في 2022. طبعا احنا مش هنستنى لغايه التقرير النهائي، احنا نقدر ناخد اللقاح بعد التقرير المبدئي. اللي هو امتى حضرتك؟ اللي هو يا اما الشهر الجاي او اللي بعده. يا رب قبل بس ما الموجه تيجي عندنا. طيب سؤالي في دقيقه بقى قبل ما نختم مع حضرتك، ازاي لو اللقاح ده قلنا النهارده انه فعال، يلا ال 100 مليون مصري ياخدوه ازاي؟ تمام. هو اتحط سيناريوهات سريعه جدا، خلينا نتكلم كده. ان مصر الحمد لله احنا عندنا تعاقدات مع انجلترا ومع الصين ومع روسيا، في حاله فعاليه اللقاح والنتيجه بتاعه المرحله الثالثه كويسه ان احنا يتم التوريد. احنا برضو يعني مع كوفاكس، كوفاكس ده يعني الانيشيتيف او المبادره بتاعه منظمه الصحه العالميه لتوفير اللقاحات بصفه عادله، دول اللي المفروض يبقوا بيوزعوا اللقاحات، منهم اللقاح بتاع اوكسفورد معانا. هم المفروض كانوا يبقى عندهم 2 مليار جرعه في كوفاكس، بس للاسف الفند امريكا ما دفعتش، روسيا ما دفعتش، والصين ما دفعتش. احنا بنتكلم في 3 بلاد التعداد بتاعهم مليار و700 مليون. فدول لو طمعوا في اللقاح وعايزين يطعموا مثلا 50% من الشعب بتاعهم، مش هيتفضل لقاحات، ودي اللي سموها الناشوناليزم. فده اللي بيحاولوا دلوقتي ان هو يقللوه، لان هو منظمه الصحه قالت هي محتاجه 39 مليار دولار عشان الاكت اكسلريتور، المبادره بتاعتهم بتاعت كل التيست واللقاحات وهكذا. لموا كام بقى حتى الان؟ 7% من مبلغ. يعني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى فيه 40 دوله، منهم 4 دول عربيه
هتدفع برضه الكوفاكس هتساهم، بس نامل ان الموضوع يعني هو الموضوع بصراحة. اكبر من اننا نقول انا بس بصنعه هنا، هو في تحدي كبير مركزي كده عالمي بالظبط، لازم يبقى مركزي، ما ينفعش يبقى بلد واحد. دكتور اسلام بشكرك شكرا جزيلا. دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، نورتنا وصباح الخير عليك. صباح الخير. دي كانت حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر. مش عارفة أخبار اللقاح دي حاجة تفرح ولا لسه عندنا أسئلة كتير، لكن على كل حال الخير قريب، وإذا كان في إيدينا حاجة نعملها فده نص الخير، إن إحنا في إيدينا نحمي نفسنا ونحمي أولادنا. بشكركم وصباح الخير عليكم.